يستاهل. طيب الله المستعان. طيب السلام عليكم جميعا، وجزاكم الله خير على الحضور وتواجدكم معانا النهارده. ان شاء الله تكون محاضره خفيفه ومفيده للجميع. احنا دايما بنحاول، الهدف ان احنا نبسط الايه النولج للناس، نقرب ما بين الجزء النظري التقيل والجزء العملي اللي الناس بتشوفه في ارض الواقع، بحيث ما تبقاش المحاضره كلام نظري ما نطلعش نستفيد منه. هو محور المحاضرة النهاردة بتتكلم على جزء من أجزاء الكليمز، هنبص للكليم من زاوية معينة ونتكلم عليها. حابب بس قبل ما نبدأ نخش في الزاوية دي أو نخش في التفاصيل، هدي بريف سريع جدا على الفيديك فورمز اوف كونتراكتس. أنا بستحضر دايما لما أجي أتكلم عن الفيديك دكتور جمال نصر الله يرحمه، لما كنا بناخد معاه كورس الفيديك، ويمكن المقولة دي أنا بكررها في كل محاضراتي، ان الفيديك ما هو الا عقد استرشادي غير ملزم الا لمن مضى عليه او اتخذه وثيقه او عقد في المشروع بتاعه، لان بعض الناس بيبقى العقد بتاعها ما هوش فيديك لكن بيحتج بيه. لا، هو مش ملزم لاحد خالص، وبل العكس، ان معظم المشاريع بتغير فيه بيبقى فيديك، لكن بياخد بيعمل اد هوك كونديشن ويعمل بارتيكولار كونديشن مماثله. فده اول قاعده نبني عليها المحاضره النهارده او الشغل بتاعنا. الفيديك زي ما قلنا هو اجتهاد من عبارة عن بيست براكتس ومجموعة خبرات تكونت لدى جهة معينة وعملت العقد المسمى فيديك. ولأن المشاريع الإنشائية بتاعتنا تختلف في الطبيعة بتاعتها حسب المسؤوليات وحسب طبيعة المشروع نفسه، فأنا عندي بعض المشاريع بيبقى المقاول هو اللي عنده النو هاو وهو اللي بيقوم بالديزاين، وعندي مشاريع تانية اللي بيقوم بالديزاين الامبلوير وما على الكونتراكتور الا انه يعمل الكونستراكشن. وفي مشاريع بتبقى فاست تراك، وفي مشاريع بتبقى طويلة المدة الزمنية، فعلى حسب الظروف اللي بتحيط بالمشروع. فجهة الفيديك عملت كذا فورم من نماذج العقد ده، كل فورم تتناسب مع طبيعة المشروع ومع توزيع المسؤوليات. يعني انا لو عندي مشروع الامبلوير هو اللي عامل الديزاين، فمن الطبيعي انه اللي هو اللي يتحمل تبعات الديزاين. ولو عندي الكونتراكتور هو اللي بيعمل الديزاين وهو اللي يعرف النو هاو، زي مثلا محطات الكهرباء او الطاقه النوويه او الكلام ده، هو اللي يتحمل تبعات الديزاين. بالمثل طريقه الدفع وطريقه حساب الكميات والكلام ده كله، ما يستتبع المسؤوليات دي بتبقى موزعه في العقود. فعشان ما نصعبش الموضوع للناس، انواع العقود المختلفه اللي احنا هنتكلم عليها سريعا النهارده، لان المحاضره مش هتغطس في الجزء ده قوي، هي ما هي إلا توزيع مسؤوليات واختلاف مسؤوليات ما بين الامبلوير وما بين الكونتراكتور حسب طبيعة المشروع. فأنا لو أنا بعمل مثلا مشروع محطة نووية زي الضبعة مثلا اللي عندنا في مصر أو في أي مكان تاني، غالبا بيبقى الكونتراكتور هو اللي يعرف النو هاو، والدولة ما بقاش عندها النو هاو، فبالتالي الديزاين بيبقى عليه، وبالتالي الحساب بيبقى لمسم. فالكتب دي ما هي إلا توزيع مسؤوليات عشان الناس ما تتخضش. خلينا نعدي عليها سريعا كده. اول كتاب اللي هو الجرين بوك الشورت فورم اوف كونتراكت، ده عقد متوازن يصلح للمشاريع غالبا الفاست تراك بروجكتس، او اللي ممكن توزيع المسؤوليات فيها يتوازن ما بين الطرفين. ممكن يصلح ان انا استخدم انقل فيه المسؤوليات ما بين الكونتراكتور او الامبلوير. العقد الثاني الفيديك ريد بوك 99، وده عقد بشكل اساسي المختلف فيه او المميز فيه ان الامبلوير هو اللي بيقوم بالديزاين، مسؤولية الديزاين تقع على الامبلوير ومسؤولية الكونستراكشن تقع على الكونتراكتور. يعني معظم المشاريع اللي بتتم مثلا عندنا هنا في مصر، انك بتروح ككونتراكتور بتاخد مجموعة فيلل او مجموعة عمارات او بتبني كوبري او حاجة زي كده، غالبا بيجي لك الديزاين جاهز وانت بتعمله الشوب دروينج وتنفذ. فعقد الريد بوك هو العقد الامثل ليك في القصة دي. طبعا في تفاصيل كتير انا بس بحاول ايه اجري عليها بسرعه، لكن في ناس كتير وفي محاضرات كتير اتكلمت في الجزء ده مش مكانه، لكن انا بس بعدي عليها بسرعه عشان واحنا بنشتغل هستفيد بالكلام ده وارجع اشتغل بيه. الناس اللي بتشتغل مع البنك الدولي او في المشاريع الكبيره، في نسخه اسمها هارمونايزد اديشن من الريد بوك، معدل فيه بعض الكلوزز والساب كلوزز عشان تتناسب مع شروط البنك الدولي. نيجي لليلو بوك والسيلفر بوك، هي الطبيعة دي أو النوع ده من العقود. خلينا نبدأ باليلو، البلاند اند ديزاين بيلد، وهو هنا الارتكل بتقول ان الديزاين باي كونتراكتور، ان النسخه دي بتستخدم لما الديزاين يكون باي كونتراكتور. فهتلاقي ان المسؤوليات والريسك
وتبعات المسؤوليات في العقد كلها تتوافق مع ان اللي عامل الديزاين هو الكونتراكتور وليس الامبلوير. العقد الاخير اللي يختلف عنه شويه اللي هو السيلفر، اللي هو كونديشن اوف كونتراكت، اللي هو مشاريع التيرنكي، ان الامبلوير بياخد فيها المشروع جاهز على طول، ويبقى اختلاف الريسك فيها برضو بيبقى مختلف عن الريد وعن اليلو. ده اختلاف سريع او سرد سريع لنماذج وعقود الفيدك المختلفه. لو حد حابب بقى انه يتبحر فيها ان شاء الله، ايه الارتكل دي موجوده، ممكن نبعتها للناس باذن الله. طيب خلينا بعد ما خدنا المقدمه السريعه دي على انواع العقود نبدا نخش في التفاصيل الثانيه بتاعه المحاضره النهارده. طيب انت لو بتشتغل في اي مشروع انشائي، مفيش مشروع انشائي في الدنيا بيخلو من الكليمز، سواء في المنطقه العربيه او في اوروبا او في امريكا، ده طبيعه للمشاريع الانشائيه كلها، نتيجه لان العمل ده بشري، سواء الديزاين اللي قام بيه الامبلوير او الكونتراكتور، سواء مرحله التندر او التنفيذ، لازم بيحصل اخطاء، بيحصل تغيير في الاراء، بيجي فاريشن بعد كده، بيجي فروقات كميات، بتيجي ظروف غير متوقعه، فلازم في كليمز. جميل. وفي يعني ريبورت سنوي بيطلع من اركادس، وده من اكبر مكاتب اداره المشروعات في امريكا والعالم، بيتكلم على الديسبيوتس وورلد وايد، برضه هيبقى متاح ان شاء الله بعد المحاضره يتبعت للناس تتفرج فيه على حجم الديسبيوتس في العالم الاسباب الرئيسيه بتاعتها ايه والقيم بتاعتها. احصائيه لطيفه بتخلي الناس شايفه الكليمز من فوق. طيب بما اننا قلنا ان العمل اللي احنا بنتمي فيه في مشروعاتنا هو عمل بشري، فبالتالي بينشأ منه كليمز ومطالبات قد تؤدي الى زياده في وقت المشروع او تؤدي الى زياده في التكلفه. افهم انا من كده ايه، او ابدا اخد خطوات ازاي؟ خلينا نشوف الفيدك كنموذج من نماذج العقود الانشائيه المتعارف عليها، وطبعا في غيره كتير، في العقود اللي هي المحليه في مصر او في الامارات او في غيرها، وفي عقود الجي سي تي والان اي سي اللي مستخدمه في دول اخرى زي اوروبا او الجي سي تي. دي نماذج عقود مختلفه، الفرق ما بينها هو توزيع المسؤوليات برضو ما بين الطرفين والتبعيات للكلام. طيب المحاضره النهارده قد يكون اسمها الكليمز اندر فيدك 99، بس انا مش عايز الناس تتعامل مع المحاضره ان الكليمز دي خاصه بفيدك 99 بس، لا، انا عايزك تبص للموضوع بشكل اكبر. اعتبر ان العقد، انسى خالص ان الاسم المحاضره فيدك 99 او ان العقد بتاعك فيدك 99، انا عايزك تبص للكلوزز والسب كلوزز اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، هي كنوع من المسؤوليات عليك انت تدرسه او تاخد بالك منه لو انت داخل مشروع. يعني لو انت كونتراكتور سايد او امبلوير سايد، خلينا ناخد الايه الموست كومون او الشائع، ان انت في شركه مقاولات وبتدرس مشروع عشان يرسى عليك في مرحله التندر. كل قسم من اقسام الشركه بيبدا ياخد جزء معين ويدرسه. قسم التندر بيبدا في عمليه البريك داون والتسعير والاستيميشن، وقسم البلاننج يبدا يعمل التندر سكاديول ويشوف المايلستونز بتاعته ويطلع السكاديول بتاعه، وقسم العقود يبدا يدرس الكلوزز والسب كلوزز ويعمل بيها ريسك اناليسيس. فاذا اللي انا بقوله، لو هنا العقد فيدك او غير فيدك، استوحي او حاول تفكر في الحقوق والمسؤوليات اللي هنتكلم عليها النهارده كانها ما هوش فيدك. اول تحدي بيقابلك وانت بتدرس المشروع بتاعك العقد، انت مش عارف تمسك العقد منين، تدخل له من انهي كلوز، بيبقى مليان صفحات كتيره. طبعا الاصل انك بتقرا العقد كله، دي ما فيهاش كلام، دي قاعده كده لازم تتحرك بيها وانت بتشتغل في مجال العقود او في مجال اداره المشروعات عموما. طيب بس في حاجات اساسيه، يعني احنا لو قلنا ان الفيدك عباره عن 20 كلوز او 20 سب كلوز، انا كده فاتح عقد الفيدك، لو حد عقد الفيدك مش ظاهر عنده اللي انا فاتحه يقول لي. انا عندي عقد الفيدك لو بصينا عليه كده في الفهرس بتاعه او التيبل اوف كونتنت، هلاقي انه حوالي 20 كلوز، وجوه كل كلوز سب كلوز. هل هم كلهم يعني يتساووا في الاهميه او في الريسك اللي بيقع عليا؟ اكيد لا، اكيد في منهم حالات ممكن ما عديش عليها طول فتره المشروع، يعني ممكن المشروع بتاعي ما يبقاش فيه فورس ماجير، عدى في فتره زمنيه كويسه، وان كان عصرنا ده تقريبا كله فورس ماجير، يعني بنخلص من حاجه نخش في حاجه تانية. ممكن ما تحصلش عندك حوادث فيها فيتاليتي او حوادث فيها ريسك عالي في المشروع، ممكن ما يبقاش فيها تغيير مثلا في القوانين. فاذا خلينا نقول ان ما هماش كلهم يتساووا في ايه، في الثقل او في الاهميه. هنحاول نفوكس النهارده على الموست كومون كلوزز اللي ممكن تواجهك،
وفكر فيها كأن العقد ده ما هوش في ليك خالص. يعني انت لو داخل تدرس عقد، ابدأ اسأل نفسك، طب يا ترى انا لما احب اتخرج من العقد ده لو حصل ترمينيشن هتخرج ازاي؟ ايه حقوقي اللي هاخدها؟ هل الامبلوير من حقه تاني يوم الصبح يعمل لي ترمينيشن؟ وهل انا من حقي از كونتراكتور تاني يوم الصبح اسيب المشروع وامشي واعمل ترمينيشن؟ ما هو الترمينيشن ديول سلاح ذو حدين، انا من حقي اعمل ترمينيشن وهو من حقه يعمل ترمينيشن، انا من حقي اطلب الطلاق وهو من حقه يعمل خلع. فهو هي حاجه يعني متبادله ما بين الطرفين. طب شروط الترمينيشن ايه؟ مهم انك تعرفها. طب هاخد فلوسي ازاي؟ سؤال برضو اسال نفسك فيه. انا هقدم المستخلص هاخد بعد 56 يوم ولا 28 يوم؟ ايه الاثباتات اللي هقدمها مع المستخلص؟ ايه الحاجات اللي ممكن الامبلوير يرفض المستخلص بالنسبه يرفض المستخلص لو انا اخطات فيها؟ طب لو فلوس اتاخرت ايه اللي يستتبع الكلام ده؟ انا قدمت المستخلص وجاء وقت الدفع وهو ما دفعش، هل اعمل ترمينيشن؟ هل اعمل سسبنشن؟ هل اخد اكستنشن اوف تايم؟ طب هو متاخر عليا شهر واثنين وثلاثه، هل اخد اكستنشن اوف تايم ولا ما اخدش؟ فكل دي زوايا انا عايزك تبص فيها في العقد سواء هو فيدك او غيره. طيب لو انا ابتديت اشتغل وفي مشاكل في الديزاين ظهرت هتبقى مسؤوليه مين؟ طب لو انا جالي فاريشن او في فروقات كبيره في الكميات، كل دي اسئله اساسيه انت محتاج تسالها. خلينا نلخصهم يمكن في ثلاث او اربع نقط انت محتاج تسالهم لنفسك قبل الدخول في اي عقد مكتوب مع امبلوير. رقم واحد، همضي معاه ازاي او بدايه العقد هتكون ازاي؟ يعني هقدم مثلا خطاب ضمان، هقدم بيرفورمانس سيكيورتي، الكلام ده كله، ايه المطلوب مني عشان ابدا المشروع؟ هيديني دفعه مقدمه مش هيديني؟ فده اول فيز محتاج تبص فيها في العقد. ادي رقم واحد. رقم اتنين، اداره العقد بقى، هندير العقد بيننا وبين بعض ازاي؟ يعني ايه اداره العقد؟ قصدك ايه؟ هيديني فلوس ازاي؟ ده اول سؤال بنساله، صح؟ ما انا بعمل الشغل. بعد ما بعمل الشغل هو بيستلمه مني وبعدين انا بقدم الانفويس. طب هيستلم مني الشغل ازاي؟ ايه الاختبارات المطلوبه؟ ايه لو لقى شغل اللي فيه مشاكل هل يرفضه بالكامل؟ هل يهده؟ الكلام ده كله يستلمه مني ازاي؟ واخد انا فلوسي ازاي؟ دي مهمه جدا انك تبقى بتسال نفسك فيها، مدد الدفع، طريقه الدفع، لو الدفع اتاخر. طيب الحاجه اللي بعد كده خلال فتره اداره العقد، الخلافات اللي ما بيننا نديرها ازاي؟ يعني ايه الخلافات اللي ما بيننا نديرها ازاي؟ ايوه، دلوقتي انا حصل خلاف هبعت له كليم، الكليم ده هديره انا ازاي؟ ده مهم جدا ان انا ابقى عارفه. هل هو متعند في الكليمز؟ الكونديشنز اللي بتوضح وبتحدد الكليمز سهله ولا صعبه؟ ده برضه محتاج اعرفه. طيب هننهي العقد بقى، خلاص هنخش في مرحله الترمينيشن. الترمينيشن ده هيتم ازاي؟ هل هو ببساطه من حقه يعمل لي ترمينيشن ولا في حاجات تحفظ حقوقي؟ طب ببساطه عمل لي ترمينيشن، هيدفع لي بقيه فلوسي ازاي؟ ما انا ممكن اكون اشتريت حديد ووردت ماتيريال ما اتنفذتش في ارض الواقع، بس هي موجوده في السايت، هو عمل ترمينيشن وما استلمش الحاجات دي، هوديها فين؟ هرميها؟ دول اربع نقط اساسيين تبص فيهم في اي عقد تقدر هتشتغل فيه. لو بصيت للاربع نقط دول انت بشكل اساسي ملكت الايه؟ العقد كله، الباقي فرعيات من الثلاث او الاربع نقط دول بينزلوا تحتيهم. جميل؟ طيب لو قلنا ان انت امبلوير سايد بقى، احنا كده كنا بنتكلم كونتراكتور سايد، خلاص؟ طيب لو انت امبلوير سايد وانت المالك بتاع المشروع، لازم تبقى عارف المخاطر بتاعتك هتجيلك منين؟ يعني في مواد في العقد هنا بتقول ان الكونتراكتور من حقه ياخد مني تايم وياخد مني كوست وياخد مني بروفيت. بروفيت يعني انا اغلط غلطه هدفع له مقابلها ربح، تكلفه وربح. تدفع له تكلفه وربح. يبقى انت لازم تبقى عارف العقد بتاعك فين الحاجات اللي هي تبقى خطيره جدا بالنسبه لك، فبالتالي لو انت عايز تعدلها في العقد من الاول تعدلها، او عايز التيم بتاعك يبقى واخد باله من الكومنتس دي ما يقعش فيها يبقى تاخد بالك من الكلام ده. فاذا لما بنتكلم على الكليمز اندر فيدك، انا عايزك تبص من الزاويتين، الامبلوير يبص عليها والكونتراكتور يبص عليها. في نفس الوقت الكونتراكتور او في مقاولين كتير وشركات مقاولين كبيره معروفه ان سمعتها ان هي كليم اورينتد، هتجيب المقاول اللي اسمه اكس هيخش المشروع القيمه بتاعته ب 100 مليون هتقفز ل 150 مليون، وبدل ما كان بيخلص في سنه هيخلص في سنتين. ليه؟ لان هو كليم اورينتد، هو شاطر بيعرف يجيب حقوقه وبيتصيد الاخطاء،
بغض النظر الكالتشر دي صح او غلط، بس انا بتكلم على واقع موجود. يبقى اذا دراستك لهذا الانواع يعني للمحاضره دي او للكليمز من الزاويه دي يخليك تقدر تاخد حقوقك، تقدر تعوض لو عندك خساره. بعض الناس ما بيبقاش عارف ان الايفنت اللي حصل ده يستحق عليه تايم وكوست وبروفيت، ممكن يبقى مش مدرك حقوقه ايه. حاجه كمان عايز اضيفها، ان مش بس الكليمز بتنشا نتيجه للعقد، انت ممكن يبقى عندك كليمز اندر السيفل لو او اللو جوفرنينج ذا كونتراكت. ايه الكلام المعقد ده؟ انت دلوقتي بتنفذ مشروع في مصر، بتنفذ مشروع في الاردن، في الامارات، في قانون في البلد، انت في بعض الاحيان بيبقى القانون ده بيديك حقوق ما هياش موجوده في العقد، بيسموها القانونيين ما سكت عنه العقد. ففي حاجه زي كده من حقك انك تاخدها في الاعتبار. ادي مثال مثلا ان فيديك 99، لحد فيديك 99 ما كانش عقود الفيديك بتفرق ما بين القوى القاهره والظروف الطارئه، وده موجود في القانون المدني، وده له شروط وتبعات، وده له شروط وتبعات. زي مثلا الكوفيد 19، السؤال الحائر او اللي كل الناس بتتساءل عليه دلوقتي، هل هو قوى قاهره، هل هو ظروف طارئه، هل هو على فكره تغيير في القوانين؟ ما احنا عندنا في الكوفيد 19 حصل حالات كتير قوي يعني ممكن نمسك فيها في اي شماعه فيهم. يعني ايه؟ يعني هو ممكن يبقى ظروف قاهره، ممكن تعريف الظروف القاهره الفورس ماجير تمشي مع الكوفيد 19، بس العقد الفيديك ما فيهوش الكلام ده، ما فيهوش اسف غير فورس ماجير. بس القانون المدني في حاجه اسمها الظروف الطارئه، ويمكن الفرق ما بينهم هو الفرق ما بين استحاله التنفيذ وصعوبه التنفيذ، بس ده مش موجود في الفيديك لكن موجود في القانون، فانت ممكن تعمل كليم اكوردنج لحاجه زي كده. وفي حاجة تالتة كمان انتوا مش واخدين بالكم، ان الحكومات اصدرت تشريعات وغيرت قوانين زي حظر التجول، زي مواعيد السفر، زي حد السحب والايداع في البنوك، في حاجات كتير اصدرتها الدولة بالتزامات على الاطراف. طب ما هو ده تغيير في القوانين وما كانش في حسباني، ما انا ممكن اخش من الباب ده. فعايز الناس وهي بتسمع المحاضرة النهاردة تبص للعود من الزاوية دي، انه ما يبقى الموضوع مش ضيق، الموضوع واسع، انه يبقى عارف ان الكليمز ممكن تيجي من العقد وممكن تيجي من بره العقد. يبقى هو لو هو كونتراكتور عارف يجيب حقوقه ازاي، ولو هو امبلوير يعرف يتفادى المخاطر دي ازاي. جميل. طيب يبقى احنا اتكلمنا كده على الكونتراكتور، واتكلمنا على الامبلوير، واتكلمنا على مرحلة التندر وانا بدرس العقد بتاعي. طيب وانا بدرس العقد بتاعي برضو في مرحلة التندر از كونتراكتور سايد، خد بالك ان في بقى في حاجه اسمها بارتيكولار كونديشن. ايه بارتيكولار كونديشن؟ الفيديك اللي قدامنا ده اللي هو الريد بوك اللي انا فاتحه دلوقتي ده، الكلوزز اللي فيه كلها بالسب كلوز بتاعتها بيسموها جنرال كونديشن، يعني كل ما هو موجود ده اسمه جنرال كونديشن. لما بيجي الامبلوير يغير في فقره معينه، يشيل حاجه ويحط حاجه ثانيه ويكتبها على جنب، بيسموها البارتيكولار كونديشن. البارتيكولار كونديشن دي هي اللي بيبقى فيها اللعب كله، هي دي اللي بيبقى الامبلوير فيها بيحط السكاكين في ظهر الكونتراكتور، او بيحفظ حقوقه، او بيتحسب من مخاطر معينه في المشروع. فبتلاقيه عدل في حاجات كتير. مثلا ان انت عندك في عقد الفيدك ان لو انا اخرت عليك البيمنتس الدفعات، من حقك تاخد عليها انترست ريت. يعني لو انت كنت حاطط الفلوس دي في البنك، اتاخر مثلا عليك سنه عشان نسهل الموضوع، مثلا اخر عليك البيمنت سنه، طبعا ده ما بيحصلش يعني غالبا، بيبقى 11 شهر بس التأخير. فهو لو أخر عليك الفلوس سنة والمستخلص ده كان بمليون جنيه، لو أنت حطيت المليون جنيه دي في البنك كانت هتجيب لك كام؟ فالفيدك بيقول لك إن أنت تاخد الفايدة بتاعت البنك المركزي بلس 3 أو 4 أو 5 برسنتج حسب ما الفيدك بيقول. بيجي هنا في البارتيكولار كونديشن الامبلوير يقوم جاي بقى شايل السب كلوز دي، يقول لك لا ما تاخدش فلوس، أو تاخد 3% بس، أو حسب ما يكون. فهي دي البارتيكولار كونديشن، هي دي اللي بيجي منها المخاطر كلها اللي انت تبدا تبص فيها لو انت حافظ عقد الفيديك او حافظ الفورم اوف كونتراكت اللي انت بتشتغل عليه. اللعب كله بيبقى في البارتيكولار كونديشن دي. النهارده لما هنتكلم على السب كلوزز اللي بتنتايتل الكونتراكتور او الامبلوير انه ياخد كليم تايم او كوست او بروفيت، هتلاقوا لو عدينا على كل دول النهارده وان كان يمكن وقت المحاضره ما يكفيش، هتلاقوا ان البارتيكولار كونديشن بتفوكس على ال 28 نقطه دول بالذات، بيبدا يضخم يسحب منهم الحقوق اللي موجوده ويضخم في الحقوق بتاعته اللي موجوده في الامبلوير كليمز. جميل. طيب برضو وانا بتكلم على النقط دي عايز اصدقائنا البلانرز، وهو بيعمل البرنامج الزمني، ما هو الكليم
بيبدأ بمشكلة ظهرت في السايت، وثم بعد كده بتعمل نوتس وتشوف الامباكت بتاعها، وفي الاخر انا برجع اقيس الديلي اللي حصل ده عن طريق ايه؟ عن طريق البرنامج الزمني. فانا لو الايفنت اللي حصل او التاخير اللي حصل ما كانش على الكريتيكال باث بتاع المشروع، ما كانش سبب رئيسي لعطله المشروع، مش هاخد اكستنشن اوف تايم. اذا البلانر اللي بيعمل البرنامج الزمني في التندر ستيج او الديتيلد بيز لاين لما المشروع يبدا، لو هو فاهم المخاطر اللي في العقد بيبقى ذكي، بيحط المخاطر دي على الكريتيكال باث بحيث لو الامبلوير وقع فيها يبقى هو بيستحق اكستنشن اوف تايم. ازاي؟ ادي مثال. لو انت عندك في المشروع في جزء معين الامبلوير هينفذه او هيورده، فانت بتحطه في البروكيورمنت وغالبا بتحاول تحطه على الكريتيكال باث، فلما يتاخر الامبلوير في توريد معده معينه، تشيلر او رينج مين يونت او جنريتور او واتس ايفر، يبقى انت في الحاله دي الايفنت ده على الكريتيكال باث، وبالتالي انت غالبا هتستحق اكستنشن اوف تايم. بالمثل الامبلوير هو بيراجع البرنامج بتاعك لازم يبقى صاحي للكلام ده، يشوف الكريتيكال باث بتاع المشروع اللي محطوط هل هو لوجيك ولا مش لوجيك، هل السكوب بتاع الامبلوير جوه المشروع محطوط بالكامل متأيف او متظبط على كريتيكال باث، فبالتالي ده فخ هو هيقع فيه. ده بيحصل. يعني خلينا اقول this is the game. البلانر الشاطر بتاع الكونتراكتور ده اللي بيركز عليه في البرنامج الزمني، والبلانر الشاطر بتاع الامبلوير ده اللي بيركز عليه في مراجعه البرنامج الزمني. ده الجيم اللي الطرفين بيعملوه. ويمكن انا شفت كليمز كتيره بيبقى يستحق الامبلوير فيها، اسف الكونتراكتور فيها اكستنشن اوف تايم يمكن بفتره كبيره، بس لانه ما خدش باله وهو بيعمل البرنامج الزمني اللوجيك بتاعه ما خدمهوش. وبالمثل شفت امبلوير ما راجعش البرنامج كويس، فكان في مدد او في سكوب من السكوب بتاعه موجود على الكريتيكال باث والمده بتاعته متضخمه، وهدي مثال اللي عليه دلوقتي، فبالتالي لما خد الكونتراكتور اكستنشن اوف تايم خد مده كبيره. ادي مثال عشان يبقى الكلام على ارض الواقع. ادي مثال، في معظم مشاريع الفنادق والمستشفيات بالذات في اجزاء في المشروع بتبقى كده محفوظه، بيبقى غالبا بيحصل فيها كليمز، وغالبا بتبقى مسؤوليه الامبلوير، وغالبا بيتاخر فيها. زي ايه؟ زي المطابخ والمغاسل والمطاعم. الحاجات دي بيختص بيها الامبلوير انه يجيب لها ديزاين ويجيب لها الاكويبمنت من عنده، غالبا ما بيديهاش للكونتراكتور غالبا. اذا الجزء بتاع الكيتشن لو انت حطيته على الكريتيكال باث واديته مده طويله، لما بيجي الامبلوير يتاخر انت هتستحق اكستنشن اوف تايم بمده طويله. دي من الحاجات التيبس اند تريكس اللي لازم الكونتراكتور البلانر بتاع الكونتراكتور يبقى واخد باله منها، وفي نفس الوقت البلانر بتاع الامبلوير يبقى شايف دي منشأها من الاصل، انها منشأها من العقد ومن البيست براكتس اللي احنا بنمارسه خلال فتره المشروع. لحد كده يبقى احنا فهمنا العقد بيستفيد منه جميع الاطراف ازاي، از كونتراكتور واز امبلوير، از كونتراكت ادمنستريتور او از بلانر. ويمكن الجزء بتاع الكونتراكت ادمنستريتور انه بيبدا يدرس الريسك، بيعمل ريسك اناليسز للعقد. يعني ايه ريسك اناليسز للعقد؟ يمكن ناس كتير بتسمع الكلمه دي ومش مستوعباها او مش حاسه الكلمه بالظبط ايه. خليني ادي مثال عشان نبسط الموضوع. انا ببدا اشتغل على المشروع وبشوف انه مثلا فيدج، وبعدين الاقي الامبلوير معدل في البارتيكولار كونديشن اللي احنا قلنا عليهم ولعب في التيرمينيشن كلوزز. يعني انا شفت عقود في مصر هنا، طبعا بدون ذكر اسم الجهات اللي بتشتغل بالعقود دي، التيرمينيشن فيها من حق الامبلوير تصحى الصبح يعمل لك تيرمينيشن بهذه البساطه وملكش عنده حاجه كمان. انا شفت عقود كده فعلا. والعكس بقى، هو نفس العقد لاغي شوف الجبروت، لاغي ترمينيشن بتاع الكونتراكتور، مش من حق الكونتراكتور يعمل ترمينيشن. فانا لما كنت بذاكر العقد ده بقول لهم يا جماعه ده اشبه بالجواز الكاثوليكي، يعني ما فيش فيه طلاق وده ما ينفعش، مش لوجيك. فالامبلوير قال لي لا انا مش عايز حد يسيب المشروع بتاعي ويمشي. قلت له طب ما هو انت بالمثل انت من حقك بكره الصبح تمشيني. قال لي لا ما تقلقش انا مش همشيك، انا سمعتي في السوق ما تسمحش بكده. بص الفكر. هاويفر انا لما باجي ادرس عقد زي ده او مشروع زي ده بعمل ايه؟ ببدا اخد الريسك ده وابدا اقول يا جماعه والله في امكانيه ان يحصل لنا ترمينيشن بسهوله، وانا لا انصح مثلا ان احنا نمضي على الكونديشن ده، لازم نتفاوض عليه. مستحيل نمضي عليه لان ده ممكن يؤدي الى تبعات ان احنا نخسر فلوس كتير جدا. لو العلاقه السياسيه ما بين الشركتين باظت الامباكت هيبقى قوي جدا وببساطه يقدر يخرجني بره المشروع. طيب
واحنا بنتفاوض ما عرفناش نعمل تفاوض، ايه الاوبشن الثاني؟ ما نمضيش ما نخشش المشروع. لا انت ممكن تعمل حاجه تانية، تقول والله طيب لو حصل الترمينيشن ده هو ايه الامباكت اللي ممكن يحصل لي؟ يعني هخسر مثلا احتماليه، تبدا تدرس البروبابيليتي بقى، والله هو امكانيه ان يحصل ترمينيشن في عقد زي ده مع سمعه الامبلوير ده في المشروع ممكن تحصل بنسبه كام في المية؟ 1% 2%؟ الدمج بتاعها لو حبيت احوله لفلوس، يعني لو الريسك ده حصل وانا وقعت فيه وعايز ابقى عامل في حسابي في البادجت بتاعتي ان انا اعوض الخساره دي، اعمل ايه؟ ابدا احولها لفلوس. فبالتالي انا لما احولها لفلوس ابقى حاططها في العقد بتاعي، فواخد بالي. ده باختصار ببساطه الفكر العام بتاع الريسك اناليسيس. برضو وانت بتعمل نيجوشيشن في الريسك اناليسيس حاجه كده عشان الناس تبقى عارفاها، انت بيبقى معاك ايه؟ مانيفستو صغير كده، ان مثلا انت عندك تحفظ على 10 فقرات، 3 منهم لا يمكن التنازل عنهم، ولازم لازم يعني تغيرهم في العقد والا مش هتخش. مثلا 3 4 بقى زي ما يكون، وثلاثة تانيين قابلين للتفاوض بس ممكن نشيل الكلمة دي ونعدل الكلمة دي، وثلاثة تانيين مش فارق معاك خالص بس انت هتستخدمهم ككروت في التفاوض، تبدأ مع التفاوض في العشرة، فيبدأ يقول لك طب سيب دي فانا سيب دي، فتبدأ تديله من الكروت اللي انت ما انتش قلقان منها، فدي بتستخدم في التفاوض. فده باختصار الريسك اناليسز اللي بيتم في المشروع، سواء بيتحول لفلوس او بيبقى عندنا تعديل على الكلوزز عايزين نرجعها على اصلها او نغير فيها جزء. الكلام ده كله كان في مرحلة التندر ستيج. خلينا بقى ناخد فقرة أو جزء من الكلوزز دي نتكلم عليها سريعا وندي أمثلة عنها للبشمهندسين. طيب قبل ما نخش في الكلوزز دي خلينا نعدي سريعا كده على الميجور كوزز اوف كليمز، لان انت لازم تبقى فاهم الميجور كوزز اوف كليمز عندك في المشروع بتنشا منين، وخلينا نشوف بقى الفيدك عالج الكوزز دي او المصادر دي لما بتحصل القى بالمسؤوليه وبتتبع على مين؟ هل القاها على الكونتراكتور ولا الامبلوير؟ ولما حملها للكونتراكتور قال له يتصرف فيها ازاي؟ خلينا نعدي عليهم كده ايه بسرعه الميجور كوزز اوف كليمز. رقم واحد الدوكيومنتيشن، الكونتراكت دوكيومنتيشن، العقد نفسه ممكن تلاقي فيه فقرات ما هياش متناسقه مع بعضها، لان بتلاقي الناس بتبدا تعدل في الفقرات وفي البنود، فلما ده بيحصل بينسى ان العقد. اكبر الشاشه، حاضر. بينسى ان العقد متناغم مع نفسه، ففي فقره بتسمع في فقره تانية، فيبقى عنده اخطاء في العقد او الكونتراكت دوكيومنتس بتتعارض مع بعضها. كليمز الاكسكيوشن اوف ذا ورك، وانا بنفذ الاعمال بيبدا يحصل مشاكل، زي ان في عندي قاطع طريق، في بحفر فلقيت فوسلز او لقيت حفريات او حصل مشاكل في الانفرا والصخور والكلام ده. كليمز كونسرنينج البيمنت، ان انا عندي بيحصل ديليت بيمنتس في المشاريع، الامبلوير بيتاخر في البيمنتس او بيقلل في قيمه المستخلص، بيعمل لي تعليات عاليه. كليمز كونسرنينج البرولونجيشن، ان انا بيحصل عندي برولونجيشن في المشروع نتيجه ان انا خدت اكستنشن اوف تايم، والاكستنشن اوف تايم ده طول عمر المشروع، فبالتالي الاوفر هيد كوست او المصاريف الاندايركت كوست زادت عندي، فبالتالي انا بطالب بيها. او حصل ديسربشن، ان هو حصل اضطراب في الانتاجيه بتاعتي. يعني ايه اضطراب؟ يعني المعدات عندي في المشروع موجوده بس ما بتنتجش بنفس الانتاجيه اللي هي المفروض تنتجها، المعدلات بتاعتها قلت نتيجه اخطاء عند الامبلوير او اخطاء من طرف خارجي. ان adequate tender information، في بعض الاحيان بيبقى الكونتراكت او التندر دوكيومنتس نفسها فيها مشاكل، زي ما قلنا هي عمل بشري، غالبا الامبلوير، ودي انا شفتها بقى في المطبخ بتاع الامبلوير كتير جدا، بيستعجل مرحله الديزاين عشان يبدا الانشاءات. ايه اللي بيحصل؟ ان بيجي الامبلوير او صاحب الشركه او البيزنس مان يستعجل الاداره الهندسيه، يا جماعه عايزين نطرح المشروع بسرعه، عايزين نبدا نشتغل، الناس اللي شاريه الفيلل او العمارات عايزه تشوف المنشات بتاعتها او الكوبري اللي بننفذه او الطرق، عايزين نبدا نحطه على التراك، فبيحصل رش في الديزاين، ان الديزاين يتم بسرعه. فالتندر دوكيومنتس غالبا بيطلع فيها مشاكل كتيره قوي، اللي بيكتشفها بدري بيبدا يعمل حسابه وياخد فيها احتياطاته عشان ياخد بيها كليمز، فالتندر دوكيمنتس بيحصل فيها مشاكل دايما. حبايبنا واخواتنا في المكتب الفني دايما او غالبا بنسبه كبيره بيحصل عندهم للاسف ديليز في الرد على المراسلات، تبعت الشوب دروينج على ما ياخد الدوره بتاعته ويطلع في الميعاد، ما يطلعش في الميعاد، او يجي المهندس يطلع الدوكيمنت في الميعاد يلاقي
انه ما لحقش يذاكر، فيحط رد سريع تنتجي لك الرد مش طب هو صح ولا هو غلط، ولا طب هو كنسل لي الدروينجز ليه؟ يعني امبارح في المحاضره بتاعت امبارح عن الكليمز حد بيقول لي الامبلوير او المكتب الفني بتاع الامبلوير عمال يرفض الرسومات بقاله كذا شهر وبدون سبب منطقي، فتقرا الرسومات الردود اللي جايه ردود بصراحه لا مش ردود هندسيه، فدي بتحصل، دي بتؤدي الى مشاكل في الايه؟ في التنفيذ، وبتؤدي الى كليمز سواء بناخد فيها تايم او كوست او بروفيت، وهنشوف الكيس دي بالذات. السب كونتراكتورز اللي بيبقوا نومينيتد بتحصل منهم مشاكل، ان الامبلوير بيقول انا عايز الاسانسيرات من الجهه الفلانيه او عايز الشيلر من الجهه الاعلانيه، هتقولي من اليابان، هتقولي من دوله كذا، يحصل تاخير من النومينيتد سب كونتراكتور يعود على الكونتراكتور. وهنا في بعض الاحيان الكونتراكتور بيبقى متخيل ان طالما السب كونتراكتور ده نومينيتد يبقى المسؤوليه او المشاكل اللي بتحصل عنده السبب فيها الامبلوير، لا مش هو السبب فيها الامبلوير، او مش انا قصدي مش هو اللي يتحمل تبعاتها، انت بتتعامل معاه وكانك انت اللي جايبه، لكن انا بس مختار الماركه اللي انا عايز. دول بريفلي الميجور كوزز اوف كليمز. خلينا بقى نبدا ناخد فقره من الفقرات اللي الفيديك اتكلم عليهم وقال ان دي يستحق فيها الكونتراكتور تايم او كوست او بروفيت. طيب هو الفيديك الفيديك فيه حوالي 28 سب كلوز حصريا تقريبا، فيديك 99 بيتكلموا على ان من حق الكونتراكتور لو واجهته المشاكل دي يبعت كليم للامبلوير يطالب بتايم او بكوست او ببروفيت. زي ما قلنا وقبل ما نبدا نفتح الفقرات، انسى ان العقد فيديك خالص، اعتبر ان ده عقد طبيعي انت بتدرسه، شوف توزيع المسؤوليات عامل ازاي، لان انت ممكن بتشتغل على عقد فيديك او عقد تاني تلاقي انه حدث مشاكل البيمنتس عندك، طب في توازن ولا مقابلها مثلا سهل لي، يعني مثلا قال لك لو انا اخرت البيمنتس مش هدفع لك انترست ريت، ماشي مفيش مشكله، طب قصرت الفتره بتاعت البيمنتس بدل ما هتديني كل 56 يوم زي الفيديك هتديني كل 30 يوم، فالدنيا محصله بعضها ولا مفيش توازن؟ فدايما واحنا بنتكلم بقى على الفقرات فكر فيها بالفكره دي. خلينا بس نبص بقى على الفيديك، الكلوزز اللي في الفيديك هم حوالي 20 كلوز او 20 كلوز والسب كلوز بتاعته. النمبر اوف سب كلوزز في كل فقره رئيسيه ده تشارت بيبينه. بص كده لكلوز نمبر 4 اللي هي الخاصه بالكونتراكتورز لايبيليتي او بمسؤوليات الكونتراكتور، هي اطول فقره فيها سب كلوزز، وكأن العقد مركز بشكل أساسي على الفيديك على الكونتراكتور ومسؤولياته. ولو جينا على كلوز 3 أو كلوز 3 اللي بتتكلم على الامبلوير ريسبونسبيليتي هتلاقيها أقل من كده. خلينا نفتح الفيديك نشوف مع بعض الكلوز 3، أيوه كلوز 3 آسف اللي بتتكلم على الانجينير، وكلوز 2 اللي بتتكلم على الامبلوير. بص عدد الفقرات فيهم عامل إزاي، هتلاقيها أقل كتير من 2 و 3، اقل كتير من الكونتراكتور. بص الكونتراكتور، فده عشان يخلي في بالك توزيع المسؤوليات او المهام عامل ازاي في الفيديك ريد بوك. طيب خلينا نبدا بقى بالسب كلوزز اللي بتدي الحق ده. في حد بيشتكي من الصوت، انا مش عارف الصوت عند الناس اخباره ايه، خلينا ناخد بريك 30 ثانيه كده ونسال لو حد عنده في مشكله في الصوت يكتب واحد. الصوت تمام يا باشمهندس. تمام، طب ناخد رأيين ثلاثة كمان عشان نبقى عملنا تصويت. تمام الصوت تمام، طيب كويس جدا. برضو خلينا نصحصح الناس، باشمهندس عمر المحاضرة مملة أنا عارف، فنشوف كم واحد نام مننا. أنا عندي حوالي 100 بارتيسيبنت، هنشوف لو رد 20 يبقى ال 80 نايمين أو الصوت عندهم هو مش سامع السؤال أصلا. تمام لسه. اقول الاسماء اهو، في واحد بيقول انا لسه صاحي اهو، كويس مهندسه مها من فلسطين، طيب كويس لسه في ناس صاحيه، كويس الحمد لله. انا عن نفسي بنام بدري، فانا ممكن في خلال ربع ساعه ابدا انام منكم، فلو حصل حاجه بقى حد يرد عليا. مهندس فوزي، مهندس احمد حمدي لسه ما ردوش، مهندس اشرف، صابر توفيق، رضا كمال، مهندسة هيام. مهندس عادل توفيق، مهندس أحمد ستيفي،
اللي مش هيجاوب هجيب اسمه على طول. هانس البراء. طيب تمام كده عشان ما نتقلش على الناس. خلاص كويس، الناس صاحية. طيب نبدأ بقى ناخد سب كلوز. أول سب كلوز إيه نتكلم فيها؟ 1.9. تفتح كده الفيديك تيجي عند كلوز 1 تاخد 1.9 تبص فيها. Delay drawings or instruction. الفيديك بيقول إيه في الكلوز دي؟ بيقول الكونتراكتور may claim extension of time, cost and reasonable profit if engineer fails to instruct within notified reasonable time. يا نهار ابيض، الكلوز دي خطيره جدا. بيقول لك ان من حق الكونتراكتور ياخد اكستنشن اوف تايم وكوست وريزنبل بروفيت. يعني انا لو اخرت عليك لوحه الشوب دروينج تقول لي انا عايز ارباح، ايه ده يا باشمهندس هو في كده؟ اه والله تصدق في كده. فمهندسين المكتب الفني يبصوا لفتره اعتماد المستخلص، اسف، فتره اعتماد الرسومات بشكل كويس جدا وهو بيدرس العقد. في بعض الاحيان بتلاقي الكراش دي بروجكت، مثلا ابقى انا مثلا بقول لك خلص لي الفندق الفلاني في 6 7 شهور عشان عايز الحق السيزون، او المصنع الفلاني بدري قبل رمضان عشان ده وقت لو مصنع اغذيه يعني عايز اخلص. فهو ما هواش لوجيك ان انت عايز تخلص في نفس الوقت تديني فتره اعتماد الرسومات اسبوعين وانت عايز تخلص مشروع في 6 شهور وهو كراش دي بروجكت. فدي لازم تبقى مظبوطه عشان المكتب الفني يلحق يرد عليها، وفي نفس الوقت الاستاف يعني بصوا الفقره بتتكلم على تايم وكوست لكن يستتبعها كام اكشن، ان عدد مهندسين المكتب الفني يبقى قد ايه اللي هيردوا على الرسومات، ومهندسين المكتب الفني اللي هيطلعوا الشوب دروينج. كلوز زي ده في العقد ممكن تتكلم عليها تغير الدنيا كلها. خلينا نبص على الفيديو اتكلم عليها بسرعه ازاي عشان الناس. انا عارف انا واحد من الناس يعني اول ما ابتديت كنت بسمع الفيديو كده ومش عارف اخش منين، كل ما اجيب الفيديو واحاول ادرسه هتعقد واقفله، الاقيه كبير وما مفهموش غير المصطلحات، غير مش عارف امسكه منين. طب ما ابدا من الاول الاقي شويه تعريفات مش فاهمها وتعريفات مش حافظها. فخلينا ناخد 1.9 كده نتكلم عليها مع الناس. بحيث الناس تبقى متعودة انها تشوف فقرة وتقرا اللي فيها وما تبقاش ايه قلقانة او ما تتخضش منها. دي السب كلوز 1.9 اتكلمت هنا. طبعا مش هقدر اقرا السب كلوز كلها، يمكن في الكورس بنعمل الكلام ده، لكن هنا المحاضرة ساعة واحنا عايزين نعدي بسرعة. الباراجرافز دول او التو باراجرافز دول بيتكلم ان لو الكونتراكتور تعرض الى تأخير في الشوب دروينج، بص هنا كاتب ايه، if the contractor suffers delays or incurs cost as a result of a failure of the engineer to issue the notified drawing. وعايزكم تاخدوا بالكم من كلمه failure دي، كلمه عيب تتقال في حقك انك تبقى في مشروع وينتج عنك ان انت بقيت عندك failure as an engineer في انك تطلع drawings او instruction. يمكن الكلمه هنا تقيله قوي. however دي الكلمه اللي استخدمها العقد، ويمكن ده برضو معلش استطراقه جانبيه كده بيفكرني لما بنيجي نكتب جواب. انا فاكر لما في بعض احب من عايزين نكتب جواب بنبدا نسال نفسنا عايز اكتب جواب شديد اللهجه ولا جواب بسيط، جواب فيه نوتس عادي ولا جواب اوصل فيه اجريسيفنس. استخدام الكلمات هنا في بعض الاحيان بيبقى يعني في جوابات كنا بنكتبها ونرجع نسحبها، في جوابات كنا بنبعتها ويحصل عليها مشاكل. استخدام الكلمات هنا دقيق قوي للناس اللي غاويه تكتب جوابات هتبقى فاهمه يعني ايه كلمه فيلير. لما احط في الجواب كلمه فيلير وابعتها كلمه تقيله ما هياش كلمه سهله. هاويفر التو باراجرافز دول اتكلموا على ان الانجينير لو حصل عنده فيلير ونتيجه للفيلير ده حصل تكبد المقاول كوست او ديلي، ايه الامباكت بقى؟ بص بقى انا عايزك تركز في السطرين اللي جايين دول مهمين قوي. الامباكت هنا بيقول لك ايه؟ an extension of time for any such delay if completion is or will be delayed under subclause 8.4 extension of time for completion and رقم B بقى payment of any such cost plus reasonable profit. خلينا نحاول نعلم عليهم شوية. plus reasonable profit, payment of any such cost plus reasonable profit which shall be included in contract price. يعني ايه؟ بيقول لك هنا لو اوسع الشاشه. حاضر.
طبعا ايه المارك بقت في حته تانيه. هاويفر هنا بيقول لك يركز بقى في الكلام، لان ده الجزء التعاقدي، مش اي رسمه اتاخرت هي يستحق علينا تايم او كوست. لازم تكون الرسمه دي او الدروينجز دي جايه على كريتيكال باث، ادي رقم واحد. رقم اتنين، فعلا تسببت لك في كوست، لان انت يقع عليك هنا اذا كونتراكتور عبء الاثبات. دائما وابدا يقع على الكونتراكتور عبء الاثبات، وعلى الامبلوير عبء تفنيد هذا الايه الاثبات او هذا الادعاء. فانت هنا لو حصل عندك ديلي او انكيورد كوست، التو بقى لاينز دول او التو اي وبي سب كلوزز دول بيقول لك من حقك تاخد اكستنشن اوف تايم وتاخد كوست وريزونبل بروفيت. طيب انا ليه بامفاسايز على اي وبي ده وقلت لك خد بالك منهم؟ لان كل الفقرات اللي قالت من حق الكونتراكتور ياخد اكستنشن اوف تايم او كوست وبلس ريزونبل بروفيت، وخد بالك من كلمه ريزونبل بروفيت دي لو الوقت اتسع النهارده ممكن نتكلم عنها، قال لك هي دي اللي هتلاقيها دايما متكرره. يعني لو خدنا السب كلوز اللي بعدها سريعا كده نقفز عليها عشان نوصل للناس الفكره بتاعت السطرين دول. السيتنج اوت، السيتنج اوت هنا اتكلمت على ايه؟ ان من حق الكونتراكت، وهشرح يعني ايه السيتنج اوت بس عشان نجيب الفقره بسرعه. الكونتراكتور ياخد اكستنشن اوف تايم وكوست وريزونبل بروفيت. هنفتح بقى سب كلوز 4.7 ونشوف شكلها عامل ازاي. انا بحاول اسهل للناس الدخول للفيدك عشان ما يبقاش ايه صعب عليهم او يتخضوا منه. انا واحد من الناس بتخض منه بصراحه. فور بوينت سيفن اللي هي بتاعت الكونتراكتور سيتنج اوت، نفس السطرين بالظبط بحذافيرهم متكررين. من حق الكونتراكتور، الكونتراكتور كليم تو ان اكستنشن اوف تايم وبيمنت اوف اني ساتش كوست بلس ريزونبل بروفيت. فانت لو انت عايز تعرف كل الفقرات اللي بتديك اكستنشن اوف تايم ممكن تعمل سيرش على التو لاينز دول تشوفهم اتكرروا كم مره، تقدر ببساطه تعرف خدت اكستنشن اوف تايم في كام حاجه. نرجع تاني بس للسب كلوز 1.9 اللي هي دريد دروينجز. هاويفر الفقره في اخرها بيقول ان الانجينير او الكونتراكتور يستحق اكستنشن اوف تايم ما لم يكن هو المتسبب في هذا التاخير. وده باب كبير قوي ان انا ارفض الكليم بتاع الكونتراكتور لو هو قدم الرسومات في وقت غير الوقت، او الرسومات كانت غلط. يعني انت قدمت الرسومات وهو رد عليك وبعدين قدمتها ورفضها تاني ورفضها تالت، انت المتسبب هنا في المشكله. ليه انت متسبب في المشكله؟ لان انت الرسومات بتاعتك هي اللي فيها اخطاء. فهنا رجع الفيديك يتحفظ على القصه دي. يبقى تاني زي ما قلت ان انت لو انت بتدرس اي عقد فيديك او غيره، تعال نشوف الرسومات اتكلم عنها ولا ما اتكلمش عنها العقد بتاعك. تمام، طيب خلينا ناخد الفقره اللي بعد كده. السيتنج اوت اللي هي 4.7 والرايت of access to the site 2.1. خلينا نفتح 2.1 وبعدين 4.7 على طول. خلينا نقول 2.1 هنا بتتكلم على ايه؟ ان من حق الكونتراكتور يكليم اكستنشن اوف تايم وكوست وريزونبل بروفيت. الفقرتين اللي جايين 2.1 و4.7 بتتكلم على ان من حق الكونتراكتور ياخد وقت وكوست وبروفيت. هنا ليه بقى؟ لان هنا الفيديك شايف ان الثلاث فقرات دول المسؤوليه فيهم يقع على الامبلوير، الخطأ فيهم خطأ الامبلوير. يبقى هو لازم يعوض الكونتراكتور على كامل المشاكل اللي تحصل له، على حين ان في بعض فقرات مش هتلاقي فيها ريزونبل بروفيت، زي مثلا الفوسلز اللي هي 4.24 هتقول لك تاخد تايم وكوست. ايوه فين البروفيت حضرتك؟ شال البروفيت ليه؟ لان الفوسلز دي حاجه انا وانا عارف ان في كنز عندي او في حاجات تحت الارض، انا كامبلوير انا كنت خدتها وما ابتديتش المشروع، كنت حفرت خدت الذهب اللي انت ممكن تلاقيه او التماثيل الاثريه دي وما ابتديتش المشروع اصلا. فانا مش عارف، احنا وانت نتساوى بنسبه كبيره في جهلنا بوجود المشكله دي، وده مش تقصير مني، لكن انا هعوضك بس على وقت وكوست، لكن مش هتتربح من خطا انا مش مسؤول عنه. واخدين بالكم من الفرق؟ لان ده فقه برضو، ان الفيدك بيتكلم في حاجه زي كده اسمه فقه الفيدك، لان كل عقد له فقه او له طريقه في توزيع الريسكس. خلينا بقى نفتح 2.1 و4.7 و4.1 الانفورسيبل، 4.11 انفورسيبل فيزيكال كونديشن بسرعه كده. انا شايف حد بيقول في الكومنتس ان انت تعمل جدول تحط فيه الكلام ده، ما احنا قلنا من الاول ان اصدقائنا البلانرز هيعملوا حسابهم على الكلام ده، فمن طرق التيبس والتريكس ان انت تحط كل الرسومات اللي انت هتقدمها او تاخد بيها اعتماد من الامبلوير
في البرنامج الزمني بتاعك، عشان لما تحصل تقدر تاخد بيها اكستنشن اوف تايم ويبقى باين الامباكت بتاعها. 2.1 اتكلمت على الرايت اوف اكسس تو ذا سايت. طبعا انا من حقي ككونتراكتور ان انا اخد السايت، هي دي محتاجه كلام في بعض الاحيان، محتاجه كلام. خلينا ادي امثله عمليه، ان انت الامبلوير بعت لك النوتس تو بروسيد او بعت لك الاورد ليتر بتاعك ان المشروع خلاص رزي عليك، بس ما سلمكش الارض، اتاخر في تسليم الارض، فبالتالي من حقك اكستنشن اوف تايم، او اداك جزء من الارض وجزء تاني ما اداهوش. ودي الموست كومون بقى بيحصل. بيحصل ايه؟ ان المطور العقاري او صاحب المشروع بيديك جزء وجزء تاني لسه ما هواش جاهز، بيعمل فيه شغل انفرا، او في مقاول تاني بيشتغل فيها خلص شغله وبعدين يسلمه لك، مثلا مقاول بيعمل خوازيق وانت هتطلع بالسوبر ستراكشر. فلما بتحصل حاجه زي كده الرايت اوف اكسس تو ذا سايت، انت من حقك تاخد تايم وكوست وبروفيت. بيحصل ايه؟ ان انت بيبقى عندك مايلستونز متقسمه، مثلا انك هتستلم زون 1 في الوقت الفلاني وزون 2 في الوقت اللي بعده. فلما ده بيحصل انك المالك يتاخر على تسليم قطعه الارض ليك، من حقك تاخد تايم وكوست وبروفيت. طبعا ازاي احسب التايم والكوست والبروفيت، ده محاضره تانية، يمكن ده مش وقته. التايم بحسبه عن طريق مسطره الديلي اناليسيس، والكوست بشوف الكيورد كوست اللي تكبتها سواء دايركت او ان دايركت، والبروفيت في بعض الاحيان بيبقى متفق معايا في العقد. له طريقه تانية في ايه؟ في الحساب. خلينا نعدي سريعا، نجري بس وسط الفقرات لان انا شايف الساعه قربت تخلص. معرفش استاذ عمر احنا ممكن ناخد اكستنشن اوف تايم ولا الناس هتكون نامت، ولا ماليش لا ميرت لا، معاك معاك الكلمه. ما تقلقش. طيب انا قلت كلمه كده، خليني اقولها للناس، ليا ميرت ولا ماليش ميرت؟ ميرت يعني ليا حق اطالب بالكليم ده ولا ماليش. يعني مثلا لو الكلوز بتاعه الاكسس تو ذا سايت دي ما هياش موجوده او ما بتدينيش الحق، يبقى انا ماليش ميرت، ماليش حق ان انا اطالب بالكليم. فيرد عليا مهندس العقود يقول لي ان انت مالكش ميريت تاخد الايه؟ الاكستنشن اوف تايم ده. خلينا ناخد 4.7 السيتنجز اوت. سيتنجز اوت اللي هي الكوردينيتس اللي انت بتاخدها في بدايه المشروع عشان تبدا بيها. لو السيتنجز اوت دي فيها مشاكل انت مش مسؤول عنها، ده خطا بشري جاي من الامبلوير سايد، فبالتالي بتستحق عنها برضه تايم وكوست وريزنبل بروفيت. وان كان هنا الفقره اتكلمت ان الكونتراكتور المفروض يبذل جهد ريزنبل يعني ايفورت انه يتشيك الايه؟ السيتنجز اوت دي. وانا شفت احد العقود القى بمسؤوليه، والله فعلا القى بمسؤوليه السيتنجز اوت على الكونتراكتور، يعني جبروت فظيع. يعني انت اللي مسلمني الارض، انا مسؤول عن السيتنجز اوت؟ قال لك اه. قال لك تتاكد من السيتنجز اوت في خلال 30 يوم، ولو حصلت مشكله بعد كده مسؤوليتك. طب انا 30 يوم لسه بعمل موبيلايزيشن ولسه ولسه، يعني دي من الفقرات اللي لازم لا تفوق ليها وانت بتتفاوض، فتقول له لا مش مسؤوليتي. طب خلي ال 30 دي، خلي 60 يوم عشان انا حتى يبقى عندي الوقت الكافي. يعني انا شفنا الكلام ده في عقود كتير. الفقره اللي بعد كده اللي بتتكلم على الريسك او بتتكلم على الكليمز، الانفورسيبل فيزيكال كونديشن والفصل اللي هي 4.12 و4.24، احفظوهم بقى عشان انا بنسى، عشان ما ننقلش السلايدز كتير. مهندس عمر فكرنا بارقامهم. مهندس عمر معانا ولا مشي؟ معاك معاك يا استاذ. طيب انا بس بحب اصحي الناس اللي معايا. 4.12 اتكلمت على الانفورسيبل فيزيكال كونديشن، ودي بنشوفها كتير قوي. ابقى انا بحفر واكتشف ان في ميه جوفيه، اكتشف ان التربه صخريه بدل ما كانت تربه عاديه، اكتشف انها تربه رمليه او تربه طفله، فلازم اعمل لها احلال. في الحاله دي من حقي اطالب باكستنشن اوف تايم وكوست، بس زي ما قلنا هنا بص شال كلمه ريزنبل بروفيت، ما هياش ايه؟ موجوده. مهندس محمد طنطاوي صاحي، اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ طيب يبقى احنا اكستنشن اوف تايم وكوست بس من غير بروفيت. طيب نشوف في ايه تاني الفقره اللي بعدها. باشمهندس عمر غششني الرقم، بلاش مهندس عمر، نسال حد تاني. طيب هي كلوز 4.24 اللي هي الفوسلز الاحفوريات. وهنا فرق ما بين الانفورسيبل فيزيكال كونديشن والفوسلز لقصه لطيفه كده ان ايه نحكيها للناس سريعا. الانفورسيبل فيزيكال كونديشن انك لقيت حاجه غير اللي انت كنت عامل حسابك عليها في الديزاين. الفوسلز ان غالبا لقيت اثار او لقيت تماثيل. الفرق ما بين الاثنين دول انت هتاخد اكستنشن اوف تايم وهتاخد كوست، والاثنين ما فيهمش بروفيت، بس الفرق ان قال لك لو سمحت رجع الحاجه لاصحابها،
ما تاخدش الذهب يا باشمهندس يا مقاول وتوزعه على العمال، او العمال ياخدوه ما بينهم، رجع الحاجه لاصحابها. ده الفرق ما بين الفقره دي. وانا شفت مشاريع في اسكندريه بالذات، يمكن انا لان اسكندراني، كل ما نحفر كنا نطلع اثار بتتسرق بنخبيها، مش انا طبعا ماليش دعوه، المقاول والامبلوير كمان في بعض الاحيان بيخبيها عشان الايه، الجهات الحكوميه ما توقفلوش المشروع. يعني انا شفت الكلام ده يعني. فده الفرق ما بين الكلوز دي والكلوز دي. بنفس الطريقه الفيدك شغال في بقيه الفقرات، احنا هنعدي بقى عليهم بسرعه عشان الساعه 9 ل 10. كل فقره من الفقرات اللي انا معلم عليها بالاحمر هتلاقي الفيدك بيتكلم عليها، من حيث ان انت تاخد تايم او تاخد كوست او تاخد بروفيت. كلوز 8.4 الكلوز 8، خليني كان حد سأل في الاسئله عن البرنامج الزمني والعقد والكلام ده، هقول لك لو انت بلانر وعايز تبدأ تخش في موضوع العقود بسرعة وتبص على الفقرة الأساسية اللي تهمك، خش في كلوز وسب كلوز 8، لأنها بتتكلم على الاكستنشن اوف تايم بروسيجر والكليمز والكلام ده، فتبقى مهمة بالنسبة لك. ف8.4 اتكلمت على البروسيجر بتاعة الاكستنشن اوف تايم، و8.5 اتكلمت على الديليز كوزد باي اوثوريتي، ان الدوله هنا اصدرت ديليز، اسف، اصدرت قرارات او رولز معينه ادت الى تاخير في المشروع. بص هنا اتكلم في ايه بقى؟ كونتراكتور ماي اكستنشن اوف تايم. ايوه، طب فين الكوست؟ لا، ما هو انا وانت كامبلوير مش مسؤولين على ان الدوله اصدرت مشكله ما او حصل امر معين فبالتالي ادى الى تاخير المشروع، وده اسمه فقه الفيدك. زي ما قلنا الفيدك له فقه في توزيع الريسك والمسؤوليات ما بين الطرفين، يمكن دكتور نائل بني يتكلم عنها في الكتاب بتاعه. وما بيجي يحدد الريسك بيشوف مين المستفيد منه، مين اللي مكمل في المشروع، مين اللي بيكسب من الكلوز دي او السب كلوز دي. فكل ده يعني حاجات اتكلم عنها الفيدك او الفقه بتاع الفيدك في توزيع الريسك في المشروع. فممكن الناس بقى اللي عايزه تتعمق تخش فيها اكتر باذن الله. خلينا نشوف فقرات تانية. الفاليو انجينيرنج سريعا، كلنا بنسمع دلوقتي مصطلح الفاليو انجينيرنج، وفي مدارس فيه وفي كورسات والكلام ده كله. باختصار الكلوز بتاعت او السب كلوز بتاعت الفاليو انجينيرنج بتقول ان من حق الكونتراكتور انه يقدم عرض للامبلوير بانه يقدم حاجه احسن من اللي موجوده في الديزاين، تفيد في التوفير في الوقت او في التكلفه او حتى في صيانه المشروع بعد انتهاء العقد، وياخد 50% من التكلفه بتاعتها. الديليد بيمنتس برضو من الفقرات اللي اتكلم عليها الفيدك، ان انا لو ودي على فكره بيجي فيها سؤال كتير قوي الفقره دي، خلينا نقف عندها شويه. هل مجرد ان الامبلوير اخر عليا الفلوس انا اخد اكستنشن اوف تايم؟ اخر عليا يوم او اثنين او ثلاثه او اربعه؟ لا، قولا واحدا ما تاخدش عليا اكستنشن اوف تايم بمجرد التاخير، لكن بيديك حقوق تانيه لما يحصل ديليد بيمنتس. اول مرحله ان انت بتاخد عليها انترست ريت، والفيديك هنا اتكلم على انها اظن 3 اور 4 بوينتس اباف السنترال بانك بتاع العمله بتاعت العقد، ودي فيها تريك كده بس يمكن الوقت ما يسمحش نقولها. هاويفر بيقول لك ان انت تاخد عليها انترست ريت. طب البيمنتس اتاخرت كتير، هو المشروع هيفضل مكمل؟ ايه اللي انا بعمله بعد كده؟ او حد سبقني وجاوب في الكومنتس نوتس، لو انا بقى عايز اعمل سسبنشن او عايز اقلل الريت اوف بروجريس او عايز اوصل ان انا اعمل ترمينيشن، لازم ابعت نوتس. مش بمجرد ما حصل ديليت بيمنتس انا استحق الانترست ريت او من حقي اقلل البروجريس اوف وورك، لازم ابعت نوتس الاول. وبيقول لك النوتس دي تاخد وقت قد كده، ولو مثلا التاخير بعد 56 يوم بيقول لك بعدها ب 21 يوم تبدا تبعت نوتس، وبعدها تبدا تنفذ بعد النوتس دي بحوالي 14 او 21 يوم كمان تبدا تعمل سلو داون للبروجريس. فدي من الحاجات المهمه قوي اللي بيجي عليها اسئله، باشمهندس انا عندي مستخلص واثنين وثلاثه متاخرين، استحق فيهم اكستنشن اوف تايم؟ قولا واحدا لا، ما يبقاش بالمنظر ده. الكلوز اللي قبل الاخيره اللي هنتكلم عنها البيمنت اون ترمينيشن، ان انت لو جاء الامبلوير عمل لك ترمينيشن بدون داعي، ما كانش عندك انت ديفولت او بريتش للكونتراكت او عندك مشكله معينه، من حقك تكليم لوسز او دامجز. ليه؟ هو عمل ترمينيشن وانت كنت عامل داخل في مشروع ب 100 او ب 200 مليون، ففي حجم اعمال 50 60 او زي ما يكون لسه ما اشتغلتش فيهم،
وانت باني العقد بتاعك او البروفيت بتاعك على اجمالي قيمه العقد. ممكن البنود الاولانيه تكون خسران فيها او ما فيهاش ربح كتير، فمن حقك انك تطالب باللوسز او بالدامجز اللي ممكن تكون وقعت فيها نتيجه للترمينيشن ده. وانا اذكر ان يمكن كان في قضيه تحكيم في المحاكم من 6 أو 7 شهور او في الجهات التحكيميه يعني، ما بين، انا هقولها لانها حاجه بابليك، ما بين شركه اوراسكوم والشركه المالكه لسيتي ستارز، نتيجه لمشاكل اي ثينك ان كان ترمينيشن حصل للشركه وفازت فيها شركه اوراسكوم بمبلغ خرافي انا مش قادر افتكره، بس حاجه كده بالمليارات نتيجه للترمينيشن ده. ممكن الناس تسيرش عنها، كانت قضيه مشهوره يعني، وتفاصيلها اللي مش كونفيدنشال موجوده ومعروفه، وغيرها كتير. انا شايف الوقت يا دوب فاضل 5 دقائق نتكلم على اخر فقره، او نعدي سريعا على الامبلويرز كليم نبينها بس للناس في البرزنتيشن عشان الناس تاخد فكره عنها. هل البرزنتيشن واضحه للناس؟ هو حاليا من الفيديو مفيش برزنتيشن. طيب لحظة واحدة وأجيبها. لو حد عنده أسئلة يبدأ يجهزها، لأن احنا هنخش دلوقتي في الأسئلة خلاص، بلاش ناخد اكستنشن اوف تايم. أنا عارف مهندس عمر ما بيتسامحش في الحاجات دي. لا انا متسمع جدا، انا للصبح انا قاعد. أنا بس بقول كده يا باشمهندس عشان عايز أنام، عشان بس ما الناس ما ماشي، تعذرني يعني. الله يعينك يا استاذ. طيب الله يكرمك. طيب انا هشير تاني الايه البرزنتيشن. الامبلوير كليمز في السلايد دي هنبص عليها بسرعه، وهنا خلينا نوضح الامبلوير كليمز مقصود بايه. هو الامبلوير هيقدم لي كليم يعني وانا ككونتراكتور اعتمده؟ لا، الموضوع مش كده. الامبلوير يخصم على طول، ما بيهزرش. هو هنا دي الحقوق اللي قال ان الامبلوير من حقه ياخد فيها اكشن اجينست الكونتراكتور، سواء بالخصم او بتعليق دفعات او بالترمينيشن وانهاء العقد. نتكلم على البرفورمانس سيكيورتي اللي هو خطاب ضمان الاعمال، وده قد ينتج عنه ترمينيشن للعقد لو الكونتراكتور ما قدموش. الالكتريستي والووتر اند جاز لو الكونتراكتور، هنا مش كليم، هنا بيقول ان لو الكونتراكتور بياخد الكهرباء والميه والغاز من الامبلوير، من حق الامبلوير يخصمهم في المستخلصات. واتكلم على الامبلوير اكويبمنت وفري ايشو ماتيريال اللي هو بيوردها، الريجكشن رفض الاعمال والاعمال المعيبه والريت اوف بروجريس، حصل انخفاض في الريت اوف بروجريس يعني في ديلي في المشروع، وتطبيق غرامات التاخير. ويمكن غرامات التاخير هنا بيبقى فيها القانون المصري شويه بيقول ان لازم الامبلوير يثبت الضرر قبل ما يستحق غرامات التاخير. الفيدك ما اتكلمش على الحته دي قوي، وده هنا التداخل او التناغم ما بين القانون وما بين الفيدك. وبقيه الفقرات بقى مثلا من حق الامبلوير انه يخلي السايت لو الكونتراكتور اتاخر في تنفيذ الاعمال يعني، او مش عايز يخرج بره الارض. طب او افلس الكونتراكتور، نعمل ايه بالموبلايزيشن بتاعته اللي موجوده؟ والموبلايزيشن بتاعته اللي موجوده مش هي بس شويه كرفانات، هي ممكن تبقى اوناش موجوده ومعدات كبيره، بيقول له انه يخرجها بره على حساب الكونتراكتور ويبيعها عشان ياخد فلوسه. يعني كل دي ايه تفاصيل موجوده از امبلوير كليمز. بس حابب سلايد يمكن انا ما انتبهتش ليها في الاول اعرضها للمهندسين نتكلم عنها سريعا على التايب اوف كليمز من الزوايا المختلفه، ودي تبقى اخر حاجه نختم بيها. ونصحي الناس بقى اللي عنده سؤال يقوله قبل ايه، قبل ما يكون نام، اللي هي التايبس اوف كليمز. حد بيقول لي يا ريت، مش عارف يا ريت نخلص يعني ولا يا ريت ايه، بس ماشي خلاص انا هخلص والله اهو. التايب اوف كليمز اكوردنج، الكليم دايما بيتبص له من 3 زوايا. احنا يعني لو سالت اي حد ايه التايب اوف كليمز هيقول لي اكستنشن اوف تايم وكوست كليم. هقول لك انت بصيت لزاويه واحده بس من زوايا الكليم انت، او من زوايا تصنيفات الكليم، انما الزوايا بتاعت الكليم مختلفه. اول حاجه البارتي، الجهه اللي بتصدر الكليم،
الحاجة التانية الإفكت أو السبجكت، ورقم ثلاثة البيزس أوف كليم. خلينا نبص عليهم بسرعة كده. البارتي اللي هي ممكن يبقى الكونتراكتور أو الإمبلوير، إن أنا الكونتراكتور يعمل كليم أو الإمبلوير يعمل كليم زي ما شفنا في السلايدز اللي فاتت، أو الديزاينر والسب كونتراكتور ممكن يعمل كليم على الإمبلوير أو على الكونتراكتور. من ناحيه الايفكت او السبجكت اللي هو تايم او كوست، الثالثه بقى اللي انا فاتح السلايد عشانها، ان انت ممكن تعمل ايه كليم اكوردنج للابليكابل لو، ان القانون في البلد بيتيح لك حقوق ما هياش موجوده في العقد، ما ذكرتش تم ازالتها، او نسي الامبلوير انه يتكلم عنها او العقد انه يتكلم عنها، فانت من حقك تعمل كليمز اكوردنج للسيفل لو اللي موجود، ودي يمكن هنتكلم عنها باستفاضه في كورس الكليمز باذن الله. والكليمز اللي اندر الكونتراكت اللي احنا اتكلمنا عنهم سريعا، والاكس جراشيا والكوانتم ميريت اللي هو لو الكونتراكت ما فيش عقد مكتوب ما بين الطرفين، او ان انا من باب التعاطف او التفاضل على الكونتراكتور نتيجه لظلم حصل له او مشاكل حصلت عنده، لكن ما عندوش سبورتنج دوكيمنتس او الكونتراكتور ما بيديلوش الحق ده. انا لحد كده خلصت المحاضره، ارجو انها ما تكونش تقيله عليكم، وممكن نبدا نستقبل الاسئله من المهندسين. لو حد حابب يسأل سؤال فويس يريز هاند، ولو في أسئلة بقى مهندس عمر ممكن انت تسوق بقى في الحتة دي وتقول لنا ايه الأسئلة اللي ناخدها. الله يكرمك. في سؤال، what type the cost can be claimed in the case of prolongation cost. كويس، سؤال خبيث ده. طيب ال type of cost in case of prolongation، خلينا افتح سلايد سريعا كده. طبعا سؤال محترم وفوق راسنا من فوق، انا قصدي يعني سؤال ايه مليان تفاصيل، سؤال حلو. هو البرولونجيشن كوست عموما ان جنرال بتكونسيست اوف ذا فولوينج بوينتس. البرولونجيشن كوست ان انت خدت اكستنشن اوف تايم والامبلوير وافق عليه، ان وافق عليه يعني، فانت بترجع تطالب بايه بتكلفه تكبدتها نتيجه لزياده مده المشروع، لان انت بتبقى عامل حسابك على مرتبات معينه وعلى مصاريف معينه. انواعهم سريعا كده او البوينتس اللي يتم دراستهم، السايت اوفر هيدز والهيد اوفيس اوفر هيدز واللوس اوف بروفيت والاسكاليشن كوست والكوست كليم فور سب كونتراكتورز. لو عندك مقاول من الباطن بيطالب برضه بمستحقات او بتكاليف اضافيه، او ديبريشيشن اون اسيتس ان انت عندك معدات وقعدت مده اطول في المشروع فبتحسب لها ديبريشيشن، او فاينانسنج تشارجز نتيجه لان خطابات الضمان بدل ما انت كنت عامل حسابك انها هتقعد لمده سنه قعدت سنه ونص، او الديليد ريليز اوف ريتينشن والادجستمنت اوف ليفز، الضرايب والكلام ده. دول باختصار البوينتس اللي انت بتعملها في دراسه البرولونجيشن كوست. خلينا نشوف مين تاني، دول النقط ارجو اكون استفدت بيهم، ما اقدرش استفيد اكتر من كده. الناس بتتكلم على الباوربوينت والبرزنتيشن، طبعا هتكون متاحه ان شاء الله، هتتبعت عن طريق بيم ريبيا يعني، هبعتها لمهندس عمر ويقولها. يفضل السؤال يكون في محتوى المحاضره عشان ما نتطرقش خارج الكلام ده. طبعا لو حد عايز يتواصل معايا ويسالني في اي حاجه، موست ويلكم الفيسبوك بتاعي عند الناس، بس استاذنك عشان عمر تبعته للمهندسين. لو حد عايز يسالني في اي وقت مفيش اي مشكله خالص، لكن خلينا جوه بس ايه المحاضره عشان نلحق نخلص. طيب انا خلينا نشوف مين عامل ريز هاند. دكتور ابراهيم اتفضل. دكتور السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ الله يبارك، تسلم يا رب، بارك الله في عمرك. طبعا بالنسبه للكليمز اللي بعد الموجوده عندنا هنا بالذات في الخليج او في السعوديه بشكل خاص والامارات وقطر، يعني بترجع في الاول لعاملين مهمين، عمليه الادابتيشن من خلال الامبلوير اللي هو المالك والانجينير اللي هو الكونسلتنت نفسه. في بعض الاحيان ساعات الكونسلتنت بيبقى متحفظ لصالح المالك على الرغم ان هو مش عنده حق. انا اشتغلت الاثنين ككونتراكتور وككونسلتنت حاليا وعندي فكره بيهم كويسه جدا، بس الظلم اللي حصل مع شركتي مثلا ان حصل يعني فاريشنز كتير جدا يعني فوق ما تتصور، والحمد لله يعني كوست مش مشكله، المشكله انه رافض يديك تايم مع كل فاريشن. ممكن الـ يعني انت وصلت اكتر من 100 فاريشن والكوست بتاعهم معدي ال 100 مليون تقريبا، 90 من 90 ل 100 مليون. فانا الجزء بتاعنا كان وصل حوالي 70 مليون كام اي بي والباقي الفاريشن حاجات ثانيه. الفكره ان هو ما عندوش مانع انه يوافق على الكوست. ساعه لما جه
وخلاص بقى جاي يعمل هاند اوفر ويسلم المشروع وياخد التي او سي بتاعته وياخد اكسبتنس ليترز وكده، احتفظ بالبرفورمانس بوند والريتنشن، عمل بالبرفورمانس 50% واحتفظ بالباقي، ولحد الان مش عاوز يصرف اي حاجه. ليه؟ يعني بيقول انتوا خسرتوني وعملتوني وسويتوني، وهو ما عندوش حل ان هو الاساس، ان هو اللي سبب تاخير بشكل جذري في كل تعديل. يعني واحنا اوريدي شغالين في المده، شغالين في المده التنفيذيه للمشروع على طول تعديل باستمرار، وسعادتك يعني سيدي العارفين المعماري لا يخلو من التعديل، والتعديل ده بينظره انشائي وام اي بي وتوريدات من بره وتوريدات تاخد وقت وبريكورمنت والسيت اب للكلام ده كله، على حسب في من دور او الدور يعني ماتيريال وكده. الفكره ان انت يعني لما تيجي تقدم كوست اناليسز ما عندوش مشكله، وبيراجعوا معاك مره واثنين وثلاثه، وبالادمنستريتور بتاعه ما فيش مشكله. الفكره ان هو رفض كل الفاريشن تايم لحد الان وعاد طيب فيزيك يعني. هو خلينا نشوف هو للاسف اللي حضرتك بتقوله صح. انا شفت امبلويرز كتير بيبقى الاسطمبه بتاعت الفاريشن بتاعته اصلا ما فيهاش، يعني هو بيطلع كوست الفورمه وزود نفسها تايم، او كوست التمبلت وزود تايم. كوست وذاوت تايم. فخلينا نقول انه كويس انه اداك الفلوس، غالبا بيبقى الكونتراكتور اكتر حاجه بيبقى قلقان منها الفلوس، فهو كده يعني ايه حقق نص العدل، ادي رقم واحد. هو ممكن يبقى طبعا انا ما اعرفش العقد يتكلم على ايه هنا في الفاريشنز، دي رقم واحد. رقم اثنين، هل الفاريشن على كريتيكال باث ولا لا، انا لازم اتاكد من دي. رقم ثلاثة، هو ممكن يبقى مستعجل او المشروع بتاعه كريتيكال فما عندوش قابليه للاكستنشن اوف تايم. انا هنا انصح حضرتك بالسياسه بقى، ان دايما انا دايما بقول ان الكليمز هي الطريق الى مائده المفاوضات، فانت لازم تلعب معاه سياسه عشان تقدر تفوز بالكلام. الحاجه الثانيه، وانت بتوافق على الفاريشن خلاص انت عارف اوتوماتيك انه مش هديك تايم، سعر الفاريشن نفسه بالاوفر هيد المستخبيه على المشروع وزعها عندك، اعمل حسابك فيها. الحاجه الوحيده اللي انت هتبقى خايف تتضرر منها ان يوقع عليك ليكويديتي الدامجز نتيجه لزياده مده المشروع، ودي بقى يعني زي ما بقول لك لازم تلعب معاه سياسه او تكون قاسي وتبدا توري له الوش الثاني، ما تستناش لما المشروع يخلص وتبدا تطالب بحقك، والا هيبقى موقفك ضعيف. انت طول ما انت في قلب المشروع وانت بتنفذ انت اقوى من الامبلوير بدرجه كبيره. هو اللي حصل بقى برضو من ضمن الحاجات اللي تعتبر مساوئ له هو ليا، ان المشروع مثلا على سبيل المثال مدته 3 سنين، اوكي، واثناء التنفيذ قبل ما المشروع يخلص بسنه ونص الفاريشن بدات تكسر بطريقه عجيبه، ويعتبر بتعمل ريديزاين، كانك بتعمل ريديزاين بشكل كبير وتعمل يعني موباليزيشن من جديد للمبنى بشكل كبير. الفكره ان هو لما كان هيستلم المبنى بتاريخ دوت فيربالي وان فورمال بدا يديك اكستنشن اوف تايم، قال لك ما فيش مشكله، يعني لان هو المشروع اللي فرض عليه يدينا سنه، في المشروع واقف سنه وراح مدينا الاكستنشن ده السنه دوت اجباري ما فيش مشكله، لكن الفاريشن نفسها لها اكستنشن اوف تايم يعني يفوق السنه، مش عاوز يديك اي حاجه فيه، ودلوقتي متمسك بالغرامه اللي هي طبعا عشان يقولوا انت اخرتوني، جاي يرجع بقى لايه العقد بتاعه من الاساس، المفروض كان يستلم العقد مثلا في اكس من السنين، لا ده انت سلمتوني في واي، ليه بقى؟ فعاوز بقى يغرمك الغرامه بتاعت التاخير دوت، في حين ان هو السبب في كل حاجه. يعني للأسف يحتفظ بفلوسك اللي لسه عنده، وفي نفس الوقت ده اللي حاصل معايا في الكيس اللي حاليا، وما زالت في المنازعات يعني. يعني مش عارف والله اقول ايه. للاسف الامبلوير اللي بالشكل ده غالبا هتذهب معاه الى التحكيم هو في فعلا الاخر. بعتناها للتحكيم فعلا. للاسف ده يعني انتوا وصلتوا للتحكيم والمشروع لسه شغال. يعني لحد الان فريندلي، لحد الان عملنا يعني عملنا كليمز انترنالي من محكم وعمل ريبورت وبعتناها فريندلي، ولسه على ترابيزه المفاوضات وكل حاجه، بس لحد الان يعني زي ما انت عارف بقى اصحاب المنافع يعني بيتغيروا، ده طلع معاش ده غيره جه، اللي طلع معاش كان فعلا متفاهم الموضوع وكان خلاص يعني زي ما بيقولوا كده راس براس تطلع من المشروع، لا ليك ولا عليك، لا احنا عاوزينك تغرمنا ولا احنا ايه طالبين الاكستنشن اوف تايم، يبقى شيل دي وارتاح من دي. فالراجل طلع معاش، جه واحد مكانه مسك الدنيا بيقرا العقد، الغى خلاص العقد دوت المفروض كان يتسلم مبنى كذا، ما اعرفش حاجه بقى، هو مسك منصب معين نفذ له عقد ونفذ غرامات العقد زي ما اي حد يعني بدون ما يفهم اي حاجه، وتحاول الله في يعينك شمال يا يمين. باشمهندس. يعني ابدا يعني طالما الموضوع كده ابدا اتخذ احتياطاتك او تحسس مسدسك زي ما بيقولوا عشان تضمن حقك في الكليمز او المشاكل اللي جايه.
وسدت في ورقك كويس، وانصحك لو قسم العقود عندكم في الشركه مش واخد باله من الكلام ده استعين بحد خارجي عشان تضمن حقك، لان من الواضح ما ان هو فعلا المعارك يعني جبنا واحد من بره وهو اللي هاندل الموضوع. كويس جدا. طيب حد عنده سؤال تاني او نبدا ناخد حد تاني؟ باشمهندس سعد التوفيق اتفضل. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور محمد. مهندس محمد حسين معاك يا فندم، انا لا احصل على شهاده الدكتوراه. باشمهندس محمد انت استاذنا والله، العفو يا فندم. وبنشكرك شكر جزيل على المحاضره القيمه الثمينه دي، واللي حضرتك بسطتها بطريقه سلسه جدا يعني، ما تشكر. الله يعزك يا فندم، ده من ذوق حضرتك. جزاك اتفضل. الله كل خير. جزاك الله. اولا انا بتك على حته عشان يعني زمايلنا وابنائنا شباب المهندسين، حضرتك يعني نوهت عليها ان لازم نقرا العقد كويس. يعني كان واحد من الاساتذه عندنا في شركه المقاولين العرب كان قال لنا كلمه حكمه، قال لنا تعرفوا ايه هو العقد؟ قال لك العقد هو وثيقه تكتب عند الاتفاق ولا تقرا الا عند الاختلاف. يعني لما يجي ممتاز، واحد يقول تعريف لك ممتاز. يقول لك ايه هو القانون المطبق ايه، يقول لك استنى ما اشوف العقد كده. كل ما تساله الضريبه مبعات على مين، يستنى يرجع للعقد. فما يجي يختلفهم بيرجع للعقد، ما هوش فاكر حاجه. اما المهندس الشاطر اللي العقد دايما على مكتبه، كل يوم صحيح. يذاكره وكل يوم يقراه، وديت نصيحة يعني ثمينة جدا، يا ريت كلنا ايه نعمل بيها. مشكورين. الواقعة الثانية اللي حضرتك فكرتني بيها موضوع الفندق، برضه الكونتراكتور الشاطر اللي هو بيحط نشاط على الامبلوير. كان في فندق من الفنادق المشهورة جدا في مصر بننفذه، وحطيت في النشاط اسمه ايه شراء الكوالين، توريد كوالين الابواب، ابواب جميع غرف الفندق يا فندم اللي هي بالكارت. العميل قال لي انا اعرف مورد كويس جدا امريكي، وهو انتم مش هتعرفوا تجيبوها. قلت له والله لو النشاط ده انت تشيله عننا احنا يعني موافقين ومش ومستغنين عن الربح بتاعه. وحضرتك يكفيك شهر او شهرين تجيبه؟ قال لا 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 ده 15 يوم اجيبه. قلت له اول اول ما برحبنا وحطيت له النشاط ده عليه في البرنامج على الكريتيكال باس ان هو هيعمله. وكان الوقت بتاع التنفيذ بتاع المشروع صغير جدا يا فندم. وبعدين اعتمدنا، كل ما يقول انت ما شطبش الغرف ليه؟ اقول له ما اقدرش اشطبها، هتتملى تراب، لازم اقفلها اسككها. اسكك ازاي وانت ما جبتش الكوالين؟ فاصبح ده مخرج ليا ان انا ما يتطبقش عليا غرامه بسبب النصيحه اللي حضرتك قلتها ديت، وفعلا انطبقت على مثال حي يعني عايشته بنفسي يعني، الحمد لله للامانه. الحمد لله. الموضوع بقى الثاني، السؤال ان في بعض الكليمرز بقى المشهورين وخصوصا الاجانب بيبقى نفس الكلوز بيفسرها بمعنى مختلف تماما عن المعنى الظاهري. تبص تلاقيه يعني وبيجد منها مخارج بكل سلاسه بيخرج من اي كليم. وحصلت وقائع معانا، المجال دلوقتي لا يتسع لها، ممكن نبقى نبعتها على الخاص لحضرتك. فتاويل المعاني او الترجمه بتاعه الكلوز من الانجليزي للعربي وخصوصا في اور او ويز او اند اور او اند، يعني بعض الكلمات الصغيره بيستغلها بطريقه سوري بقى في اللفظ خبيثة جدا، وبيحول معنى الكلوز او معنى الباراجراف للمعنى عكسي تماما. فهل ده يعني مسموح باستخدامه؟ هو خليني اقول لحضرتك حاجة، ان الفقه او العقود دائما وابدا فيها اختلاف في التأويلات، والكلام المكتوب دائما وابدا يحتمل التأويل. مش هتلاقي ابدا مادة، عارف حتى في لما كانوا بيتكلموا على الدستور في مصر او عموما او الشريعة الإسلامية والكلام ده، كانوا بيتكلموا على حاجة اسمها قطعية ثبوت قطعية دلالة. خلينا ناخد كلمة قطعية دلالة. قطعية دلالة اللي هي لا يختلف فيها اتنين، عاملة زي ايه؟ زي الأرقام، لا يمكن تأويل الأرقام، لكن الكلمات لابد ان يبقى فيها اختلاف في التأويل.
العبرة بقى بالبيست براكتس والتفسيرات المعتمدة للفيدك، ولو التأويل اللي بيتأوله الطرف الآخر تأويل مجحف، وما اظنش انه هيأول الفيديك اللي هو معروف تأويل مجحف، غالبا التأويل المجحف هيبقى في البارتيكولار كونديشن اللي تم اللعب فيها. في الحالة دي الطريق تمام. مفتوح بقى للكليمز، ولل لو انت بقى في اربيتريشن او محاكم، او لو في دي اي بي قبلها اللي هي ديسبيوت ادجيكيشن بورد، ممكن بقى تلجأ للكلام ده كله. والسياسة دائما وابدا على مائدة المفاوضات، ما ننساهاش ابدا. تمام. يعني افتكر مره يعني في بارتيكولار باراجراف كتب ايه انجينير، ما كتبش قبلها ذا، فذا انجينير غير كلمه انجينير، فقال لك انجينير طبعا يعني اي مهندس معدي يقول انستراكشن، ده ما هوش الاستشاري، يعني مجرد ان هو لا، ما هو انت عندنا كلمة وتناسب. انجينير، عندنا كلمة الانجينير متعرفة في الفيديك، ويمكن ما عديناش على الجزء ده في المحاضرة، ان في تعريفات اساسية يعني ايه كلمة انجينير، من بحيث ان لا لا مجال بس انك قالها انجينير نكره، ما كتبش قبلها ذا انجينير، دي حسواكة بقى منهم فحسواكه. فعشان يهرب يقول لك لا، انا ما قلتلكش ذا انجينير، في لا ما اقصدش اللي هو اللي في المعنى التعريفي اللي بيتكتب، يعني التلاعب بالالفاظ ده جائز. هو بص، هي this is the game. عادة هتلاقي كل مهندسين العقود بيموتوا في انه يلعب بالكلمات وبالالفاظ، وبيبقى قاعد بيختار الكلمات اللي يعني، والله انا اعرف مهندس من المهندسين اشتغلت معاه بيتفنن انه يختار كلمات في الجواب بتاعه لا يمكن تفهمه. هو انجليزي، عارف انجليزي ده مرسي، بس تمشي وراه بالقاموس بقى، يعني هي مش بتستخدم الكلمات الدارجة خالص. فللاسف يعني في ناس بتحب التعقيد وناس بتيجي دغري، دي طبائع بشرية يعني ما تقدرش تفلت منها. احنا بنشكر سعادتك، شكر العفو يا فندم، جزير مرة العفو أخرى، وبنشكر العفو. المهندس عمر، ونرجو لو في ميعاد قريب لكورس نلتحق بيه مع حضرتك. أنا مش عايز أعمل دعاية لنفسي بس في المحاضرة يعني هو في كورسات أنا بديها فعلا في مجال الكليمز، لكن أنا معيش الإذن إن أنا أعمل دعاية بقى. مهندس عمر هو ممكن يعني خلاص، الناس يبقى ترجع له ويقول لهم. نخش على الصفحة بتاعت حضرتك ونعرف منها إن شاء الله. الله يعزك يا فندم، ماشي الله يكرمك، ماشي الله يا فندم، يكرمك. العفو، الله يخليك، تفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. باشمهندس احمد اتفضل. السلام عليكم، الله يعطيك العافية باشمهندس محمد، جزاك الله خير، ويعني مناسب كمان لنشفع مباشرة على منصة العلم ينتفع به، الله يجزيك الخير، الله أنا يكرمك كثير يا فندم. استفاد منه. اتفضل باشمهندس احمد، الصوت قطع شوية. طيب اوكي، مره ثانيه قلت انه الف شكر على منصه علم ينتفع به، جزاك الله العفو يا خير. فندم، العفو جزانا طيب وإياك. اذا سمحت لي بسرعه ثلاث اسئله بسيطه. السؤال الاول هو عن الكوست تبع الكليم نفسه، يعني نحن مثلا عندنا هون، انا بشتغل هون بالمانيا، بتلاقي لما المقاول عم بيرفع لنا كليم عم بيحط لنا الكوست تبع الكليم تكلفة نفسه الكليم. بالضبط، يعني مثلا هو سمعان الله. مهندس زي طيب. الاستاذ احمد وحط لنا رقم يعني ما هو صغير. طبعا قال لك انا رحت الثيرد بارتي يعمل لي الكليم وكلفني 2 3 مليون هاتهم. دي بالضبط موجوده، دي موجود، موجوده يا فندم، دي موجوده. وحتى موجوده تحت تحت فيدك. الفيدك ما اتكلمش على الحته دي ان بارتيكولر، ما بالضبط. اتكلمش على ايه التكاليف او مش التكاليف، لكن انا بتكلم على التكاليف ان جنرال ازاي تحسبها. الفيدك الحته دي ما اتكلمش فيها، لكن كل ما تكبده المقاول من تكلفه وانت كنت السبب فيها لازم هتدفعها له. ما فاته، يمكن في القانون المدني في كلمه او جمله بتتكلم على ما فاته من كسب وما لحق به من خساره. تمام. خليني اشير حاجه كده سريعا مع المهندسين، فاحد الكليمز الحقيقيه اللي متقدمه اتكلم على الاسوشيتد كوست كليم، اتكلم على الانترودكشن والبرولونجيشن والديسربشن كليم، وبعدين اتكلم على الكليم بريباريشن فيه، قال انا عايز فلوس الكليم بريباريشن فيه. فدي موجوده، يعني ده كليم حقيقي متقدم في احد المشاريع، فخلاص ده الطبيعي يعني. تمام، شكرا. طيب العفو معلومتين فندم، على السؤال الثاني، كمان ان شاء اتفضل. الله يكون بسيط، هو ابعد شوي من المحاضره، او بس اعرف البيست براكتس يلي انت على طول عم بتنويها علي، شو افضل الطرق انه واحد يعمل تشيك على الكليم، يعني الاوديتنج على الكليم، يعني هي صايره مثل ما انت تفضلت، هي شخص شغلي بين بشر، وانا ممكن ارفع كليم والطرف الثاني يمكن يوافق عليه او يمكن
يزيد بالموافقة، إذا أردنا نعبر بنفس الكلمة. طيب ما هي طرق الأوديتين؟ حلو حلو جدا السؤال ده، خليني يقفز بينا لحاجة أنا بديها في الكورسات عندي، تو ارتكلز لطاف جدا، انا هشيرهم مع الناس دلوقتي، لشركه اسمها لونج انترناشونال، ليها مطبوعات قويه جدا في موضوع الكليمز. التو ارتكلز دول انا هبدا اشيرهم وهفتحهم اهو واشرحهم للناس او اوريكم الكفر بس بتاعهم، انصح الناس بقرايتهم وانا بشرحهم معايا في الكورس، انا هعمل لهم شير دلوقتي اهو. الارتكل الاولاني بتتكلم على الكونستراكشن كليم بريفنشن، بيقول لك ازاي ان انت تتجنب او تتفادى الكليمز، واتكلمت على 10 نقط اساسيين لو اتبعهم اي حد ماشي في مشاريع الكونستراكشن هيتفادى جزء كبير من الكليمز. اتكلم على الكونتراكت دوكيومنتس والسايت انفستيجيشن والبروجكت ريفيو والكليم ميتيجيشن ونيجوشيشن، يعني 10 نقط لطاف جدا او اقويه جدا، يعتبر خارطه طريق لتفادي او لتقليل تاثير الكليمز. دي اول ارتكل موجوده من لونج انترناشونال. طبعا وقت المحاضره هنا ما يشرحهاش ما يستحملش، لكن انا يمكن بستفيد فيها في الكورس، والارتكل دي موجوده فري على النت، تقدر الناس تعمل سيرش عنها او ممكن مهندس عمر برضو ياخدها مني ويبعتها للمهندسين. والارتكل الثانيه بتتكلم على الكونستراكشن كليمز اناليسيس تشيك ليست، بيديك تشيك ليست تمشي عليها لو انت عايز تقدم كليم، وطبعا تقدر لنفس الارتكل تعمل لها زي ريفرس انجينيرنج وتعمل ازاي تريفيو. كلمك لو انت بتعمل كليم تايم او كوست او بتراجع حاجات في الكونتراكت دوكيومنتس، قال لك امشي على التشيك ليست الاساسيه، نفتحها للناس سريعا كده عشان يشوفوها. لحظه كده، لو انت بتتكلم على دوكيومنتيشن قال لك بص على النقط دي، لو انت بتتكلم على لحظه واحده، لو انت بتتكلم على تايم كليم التشيك ليست دي عدي عليها. لو هنا اتكلم على سكادول ديليز، اتكلم في حوالي 26 نقطه راجعهم وانت بتقدم الكليم او انت بتريفيو. ولو بتتكلم على كليم ريليتد لكميات او مان اور او كوست، تكلفه تكبدتها. دول يعتبروا انا في رايي رود ماب لاي حد عايز يقدم كليم. طيب الله يعطيك العافيه يا رب، معناتها بختم باخر سؤال اذا سمحت لي. مهندس عمر بقى هو اللي يقول، بس اتفضل. طبعا ايه طبعا اوكي. طيب نحن هلا عندنا الفيدك 2017، ويعني هو امني يعني انك يكون الكورسات الجديده او حضرتك تتابع المشوار هذا معنا بالفيدك 2017. طبعا ما في اختلاف كتير، بس بيضل التجديد او واحد يكون يعني ابديتد قدر الامكان. طيب السؤال ده برضو جميل، خليني اقول لحضرتك عليه. انا ليه ما بركزش على فيدك 2017؟ لان يمكن مش كل الناس ابتدت تنقل عليه، فلسه الموست كومن هو 99 سو فار، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو حضرتك تسال برضو في ارتكل موجود على النت وممكن ابعتها لحضرتك، بتتكلم على الاختلافات ما بين فيدك 2017 وفيدك 99، كومباريزون لطيفه ما بينهم، ممكن ابعتها برضو للناس تطلع عليها، ده هيسهل عليهم الفكره كتير. ولو جاء وقت او متاح عندي وقت ممكن نبدا نتكلم بعد كده على فيدك 2017. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. عفوا. مهندس عمر اتفضل. ايوه باشمهندس محمود اتفضل. باشمهندس محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على المحاضره. وسؤال سريع كده دلوقتي، لو عندي في العقد اكثر من بند وجه المالك قال لي والله انا البند الفلاني دوت مش عايز انفذ نصه مثلا وليكن، واحول قيمته للبند الثاني، هل من حقي اطالب وقت او من حقي ارفض حاجه زي كده اصلا ولا لا؟ دي رقم واحد. حاجه ثانيه، هل من حقي اطالب وقت عشان حاجه زي كده ولا لا؟ تمام. انا اللي انا فهمته من السؤال ان حصل اوميشن مش اديشن لجزء من المشروع. لو حصل اوميشن انت غالبا مش هتطالب وقت، لان ده معناه انه قلل وقت المشروع، لكن انت ممكن يكون نتيجه للاوميشن ده هيفوتك مكسب او هتتكبد خساره نتيجه لانك طلعت بي او مثلا، جبت تشيلر او جبت ماتيريال من بره، او عملت تعاقدات، او كنت عامل التوازن المالي للعقد بتاعك مبني فيه البند ده، والبند ده كبير، فبالتالي من حقك انك تعمل كليم.
ويمكن الفيديك في بند الاوميشن بالذات حط شروط للاوميشن ان لا تزيد عن كذا، او الاوميشن او الاديشن يعني، حط لها زي قواعد كده تقدر ترجع لها في الفيديك، يحذف قد ايه من قيمه العقد بدون ما يبقى فيه كليم، او يضيف قد ايه من غير ما يبقى فيه كليم. هو بس توضح لي سؤال، بس هو الراجل مش بيشيل خالص من العقد؟ لا، هو وليكن البند الاولاني اللي ثمنه مليون ريال والثاني ثمنه وليكن مليون ريال برضه، هيشيل مثلا ما قيمته 400,000 من البند الاولاني هيضيفه للبند الثاني، يعني هو من توتال العقد ما خصمش، يعني توتال العقد 2 مليون زي ما هو، هو بس غير بدل المكان كميات مليون بند، قلل الكميات هنا وكميات، هو برضه اوميشن، هو بغض النظر عن القيمه الاجماليه هو عمل اوميشن لبند معين. طب افرض هو قلل اعمال الجرانيت وزود اعمال السيراميك، وانت كنت تعاقدت على السيراميك وليكن بالظبط، عقدت على السيراميك، يبقى من حقك انك تقول له لا. فالعبره بعقدك بيتيح له ايه، لازم دايما نرجع للعقد. رقم اثنين، توقيت الاوميشن. المشكله دايما مش بس في الاكشن نفسه، لكن توقيت الاكشن عامل ازاي. تمام. تمام، الحاجة الثانية الأخيرة، لو في حاجة حضرتك قلت المسؤوليات المالك، لو أنا كبلدر شاطر أحاول أحطها على الكريتيكال باث، بس في الحالة دي أصغر مدتها طبعا على قد ما أقدر، صح كده؟ بص، هو انا خليني اقول لا، بغض النظر هتصغر او تكبر، لو انت عارف ان دي هيجي منها كليم طبعا بتكبر مدتها، عشان لما يقع فيها الامبلوير يبقى انت بدل ما بتطالب بشهر بتطالب بثلاث شهور مثلا. ده مثال توضيح. بس في حاجه تكون انا يمكن أصغر؟ ما اتكلمتش عنها، ان خد بالك ان الكريتيكال باث دايناميك، يعني الكريتيكال باث بتاع النهارده بتاع البيز لاين غير كمان شهر غير كمان شهرين، فممكن الايه يعني التريك دي يقع في وشك انت، تتقلب تبقى قصه ضد مصلحتك، فاهمني؟ فلكن انت المفروض، هي بقى البيست براكتس هنا، ان البلانر هو بيعمل البرنامج الزمني يناقشه مع مدير المشروع ومع الناس اللي عندها سابق خبره، ويفهم منها الكلام ازاي، عشان ما يبقاش بيحط مدد هاب هازارد. ما هو خد بالك لو طول مده معينه، ما هو في الاخر على حساب مشروعه. فهو لو انت طولت بند معين كبرته، مثلا المطابخ حطيته 6 7 شهور وبيخلص في شهرين، ما انت اكلت انشطه تانيه كنت انت هتشتغل فيها اكلت من وقتها، فلما هيحصل فيها ايفنت هيقول لك طب ما انت حاطط لي بند الدور الثالث، باط الدور الثالث يومين، خلاص انا عطلتك، خد يومين اكستنشن اوف تايم بالك، او سلاح ذو حدين يعني، لازم تلعب ايه لا، انا بحرفيه. بتكلم على فكره، انا بتكلم على يعني حسب ما انا فاهم، المفروض ان انا اصغر المده بتاعته، وليكن بدل ما حاجه مثلا تاخد شهرين المفروض، لا والله انا افترضت ان هي تاخد 10 ايام المدد وليكن بتاعته هو، بتاعته هو، اصغر له مدته هو، يبقى طيب ما 10 ايام انت بحيث ان هو ما هتصغرها يقفلش. فانت زنقته فاين. طب افرض هو اتاخر، هتاخد اكستنشن بس اوف تايم كده على يبقى المده هو، الصغيره، خد بالك. لا ما هو الفكره ان هو كان المفروض يخلص مثلا في 10 ايام وخلاص في 6 شهور وليكن مثلا، هو ايا كان ظرفه ايه، فانا دلوقتي هاخد الفرق من 6 شهور ل 10 ايام، ده انا حسب صح، انا فاهم كده صح ماشي، ولا بس غلط؟ ده لو انت بتعتمد البرنامج الزمني بقى من مكتب حلاوه العنتبلي يعني. طب انا اكيد مش 6 شهور يعني، اكيد يعني مش الفرق الدرجات دي، انا عملت حاجه عشان تبان الرقم بس مش اكتر من كده. لا لا، فاهم قصدك. لا ماشي، صح طبعا، صح. تمام، شكرا. عفوا يا فندم، اتفضل. مش مهندس، انا عندي سؤال اخير بس كنت فاكره في الاول بعدين افتكرته دلوقتي، ممكن اتكلم ولا في حد؟ لان مش شايف حد لسه انا راح مش عارف يجيبه مين اللي بيتكلم، بس عشان انا مش شايف في الم... هو نفسه. اه انا انا ابراهيم عطيه، في المهندس اتفضل يا احمد فندم. عبده، مش مشكله، خلي المهندس احمد الاول. اتفضل واحده. انا خلي المهندس احمد الاول. مهندس احمد، انت احمد ايه؟ بس في احمد كتير. احمد ابو ابو العنين، العنين، اتفضل يا ابو فندم. العنين، تفضل وعليكم السلام تفضل. ورحمة الله. اولا جزاك الله خير يا باشمهندس محمد على سلام عليكم. المحاضره الجميله دي، وربنا يكرمك، وشرف الاسكندريه انك تكون منها يعني، خد بالك، واحنا اسكندرانيه يعني، وشرف للناس كلها. الله يكرمك. هو الشرف طب المصري حلو الاول. طبعا هندسه. بص بقول احنا كده لحضرتك هنبقى عندي ثلاثة عنصريين، وانا عنصري اسكندراني عنصري، فخلينا ننسى الحته دي طبعا، شويه. انت عارف بالظبط كده، ربنا خلي مصر يسعدك. احسن، خلي مصر احسن. حضرتك معاك المهندس احمد وعنين، اهلا وسهلا مش يا فندم. هقول اسم الشركه، انا مدير مشروع في الخبر الشماليه اهلا وسهلا. في السعوديه. بس هو الموضوع ان دايما الاستشاري من المالك من خلال الاستشاري بيطلب مني ان اي سب كونتراكتور عندي، مورد ديليفري بمورد عندي بعض مواد، بيطلب ان الجرانتي تبقى 24 شهر او 3 سنين، وما فيش حاجه بتنص على كده.
التصرف ازاي؟ انت عارف ساعتها بيبقى ولا حاجه، حمل له التكلفه على طول. يعني هو انت المورد، بص يا شانس، المورد بيديك الاكويبمنت بضمان سنه او سنتين. جميل، اسال المورد قول له لو جيت اعمل لك صيانه بعد سنتين، هو في حاجه ماني ولا ايه اكويبمنت بيجي بيقول على غالبا الاعطال اللي بيتعرض لها خلال عمر التشغيل بتاعه. الناس اللي بتشتغل في الاكويبمنت عارفه الكلام. فاعمل اعمل الاحصائيه دي او الحسبه دي وحمله على ثمن المعده والدهون، ماشي، ايه المشكله؟ خلاص الراجل ما عندوش فريق يعمل صيانه، عايز الراجل يعمل معاك علاقه تعاقديه، يعني انت استغل الموضوع لصالحك، عايز يعمل علاقه معاك علاقه تعاقديه بعد انتهاء المشروع، مفيش مشكله، حمله التكلفه واعملها. خد بالك ان في ناس بتبقى شغاله فاسيلتي مانجمنت، فاهم؟ يعني ناس بتبقى تخش المشروع يعمل له صيانه وياخد. اتفضل. اسف. اتفضل اتفضل. في شركات تخصصها في الفاسيلتي مانجمنت، يروح لصاحب كليه او لصاحب مستشفى ويقول له انا هعمل لك الفاسيلتي، المطار، مطار القاهره مثلا، في شركات كبيره بدون ذكر اسماء بتخش تعمل الفاسيلتي مانجمنت للمطار. هو الفاسيلتي مانجمنت عباره عن ايه غير حاجه زي كده؟ فايه المانع ان يبقى انت بتعمل الكونتراكت والفتره اللي بعد الكونتراكت؟ عارف يا باشمهندس، ابو بلاش كتر منه للاسف. يعني معايا حضرتك، يعني الناس عايزه الامور ببلاش، خد بالك؟ تفاوض بقى. هنا التفاوض وقدرتك على التفاوض وانك تكسب العميل. اصل انت حضرتك بتتكلم، يعني دايما انا لما بتعرض لموضوع الفيدك دوت، طبعا هو الكلام جميل جدا ورائع جدا، بس معلش يا باشمهندس على ارض الواقع هو مثالي جدا، لان انا بقول الفكر انت عايز توصله لمين؟ الفيدك ده اللي هي منظومه الناس ما عندهاش قدره على التغيير يا باشمهندس، سواء المالك او الاستشاري. معايا حضرتك؟ معاك يا فندم. الناس لسه ما عندهاش الفكر ان هي تتغير، كل حاجه عايز اعملها على المقاول كان انا جاي اعمل له الدهب، فاهمني ازاي؟ بص هو عموما يعني انت لما بتيجي تعمل تغيير، ما في تغيير في عالم الافكار، وفي تغيير في عالم الاشياء، وفي تغيير في عالم الانسان نفسه. انت عشان انت ما تقدرش مثلا تروح النهارده في دوله ما تعرفش حاجه او تشتغل مع مقاول، خلينا نقول مقاول حلاوه العنتابلي اللي انا قلت الاسم بتاعه، وتشغله عقد فيدك. ما هو المينتاليتي بتاعته ما توصلش للكلام. فانت محتاج ان انت تطور من الناس، وعشان كده بنعمل المحاضرات دي وتطور من ثقافه الناس قبل ما تتكلم معاها في الفيدك او غيره. واذروايز هتتعامل بقى بعقود عربي وعقود بسيطه وعقود. يعني عايز استاذن حضرتك، الشيء بالشيء يذكر، لازم نتذكر استاذنا سعاده الدكتور جمال نصار رحمه الله عليه. حضرتك تعرفه؟ خدت كورس الفيدك معاه في الجامعه الامريكيه. تمام. سنه 2008. هو احنا خدناه سنه 2010 حضرتك في المدينه المنوره اياميها، كان مجنن، والحمد لله رب العالمين، ومعانا دبلوم في التحكيم الحمد لله رب العالمين وكل حاجه. لكن من ساعتها يا باشمهندس واتقابلنا مع سعاده الدكتور نبيل عباس برضه، الله يجزيه كل خير، راجل فاضل وبرضه ما يتخرش عن سعادتك يعني. لكن الموضوع ان الناس ما فيش الفكر ان هو الحقوق دي بتروح عند مين. ما فيش حد عنده الفكر انه عايز يدي الحق، هو عايز ياكل الحق. متصورني يا فندم؟ للاسف ده موجود، للاسف ده موجود. امتى احنا الناس تتغير؟ امتى؟ ما في نقطه ثانيه بعد اذن حضرتك. طبعا انت عارف الظروف، الاحداث اللي حاصله وبسبب حاجات معينه حصلت، فاذا اتحمل المقاول ثمن الاستشاري نظير ان ما تتوقعش عليه غرامه التاخير في ظل الظروف اللي حاصله للجائحه الاتيه دلوقتي، المخرج الموضوع ازاي؟ احنا على وشك تسليم المشروع الحمد لله بعد، خد بالك، بس ما زال الموضوع هيبقى حتى التسليم الابتدائي مسافه بعيده، يعني من التحمل ككل شهر 100,000 ريال جنب. فالفكر ازاي يا باشمهندس؟ ممكن صعبتني حضرتك؟ الو، فاهم قصد حضرتك. لو حضرتك بتتكلم على الكورونا والاخطار او المشاكل اللي جايه من وراها، صح كده؟ دي نقطه، لكن كان في سبق من فتره الاحوال الاقتصاديه كانت عندنا منعكسه وما كانش بيبقى فيه سهوله، فالمشروع اتاخر. انا ماسك المشروع كان شبه انتهى ومسكناه، وبعدين الحمد لله قمنا بشغل، حتى في بعض المحاضرات من بعض الافاضل في عربيه قال لك سبحان الله، هو في حد بيطور في المشاريع دلوقتي؟ كان
في فتره من الفترات بعض الردود يعني. الحمد لله مسكنا المشروع وعملنا ديل مع الجامعه كويس واشتغلنا وعلى وشك تسليم باذن الله. لكن في الفتره دي كان عمر لما انا مسكت كان عمر المشروع شبه انتهى تمام حضرتك. انا جيت من المدينه للدمام عشان الموضوع ده. لما مسكنا الموضوع كان العمر انتهى، فعشان نعمل ديل المالك هو اللي كان بيتحمل الاستشاري. فبدل ما نوقع عليك انا بالتاكير ما نديك انت تدفع المقاول معايا حضرتك معاك يا فندم. طيب الظروف دلوقتي ما اسمحش. اللي انا فهمته خلينا ان حضرتك تسال على شقين، على كورونا وتبعاتها والظروف أيوة. الاقتصاديه عموما برضو خلينا نقول العقد بتاع حضرتك مبني على ايه. لازم نعرف نشوف المخاطر دي في العقد مين يتحملها وبيتحملها بشكل عامل ازاي. زي ما قلنا ان مثلا نيو ليجزليشن بيبقى فيها مثلا تايم وكوست بس ما فيهاش بروفيت، ممكن العقد بتاع حضرتك بيبقى فيها تايم بس، فدي محتاج حضرتك ترجع للعقد والقانون المدني بتاع الدوله. عشان وانا ما اقدرش اجاوب حضرتك لان الكلام ده مش قدامي طبعا. رقم واحد. رقم اتنين الكورونا. انا بكتب الملخصتين دول، التايم والوقت. التايم والوقت شوفهم، شوف عقد حضرتك بيقول ايه فيهم. الحاجه الثانيه الكورونا، يعني انا يمكن النهارده كنت بتكلم مع مهندس ماجد خلوصي في النقطه دي. درس لي برضو المهندس ماجد خلوصي، حاجه قامه كبيره جدا ما شاء الله. قامه طبعا نعم راجل فاضل. وكان في محاضره مع الدكتور جمال نصار اياميها. اتفضل. بالظبط. ويمكن كان في محاضره من شهر او شهر ونص اتكلم فيها برضو ثلاثه من الناس الافاضل في موضوع العقود، واتكلموا على ان كوفيد 19 يعتبرش قوه قاهره لكن يعتبر ظروف طارئه، وده اللي انا اميل اليه. ومع الظروف الطارئة كمان ان في قتشعات جديدة او قوانين جديدة. بس الظروف طارئة لها تبعيات غير طبيعية. احنا في فترة الافتراض اتمنعنا ان احنا نروح الشغل. هي الفكرة، هي الفرق ما بينهم. خلينا نسأل، هل في استحالة في التنفيذ؟ يعني لو انا الفورس ماجير مثلا بركان، حصل البركان، خلاص ده في استحالة في التنفيذ، خلاص المشروع وكأنه ايه لم يكن والعقد مفسوخ. ده الفورس ماجير مثلا في القانون المدني. لكن الظروف الطارئه او الاستثنائيه حضرتك ما فيش استحاله في التنفيذ. هو احنا في كورونا كلنا في كل مشاريعنا بقى في استحاله في التنفيذ، ولا وقت المشروع طول وتكبت تكاليف زياده نتيجه للكمامه؟ لا معلش حضرتك، احنا عندنا هنا كان في منع احترازي بنتمنع فعلا، وفي لجان شرطه كتير اثناء الطريق وبعد هو ده اللي انا بقوله. ثلاث اربع ايام لما جالي تسريح حضرتك عطلت شويه، لكن معنى استحاله التنفيذ ايه؟ ان لا لا مثلا استحالة. حصل انفجار استحالة. انفجار لبنان لا. مثلا استحاله في التنفيذ، الارض ما خلاص المشروع وقع خلاص بقى استحاله في التنفيذ، المينا اتخرم يعني، فاهم قصدي؟ لكن انت ما فيش استحاله يعني. احنا عندنا في مصر كان عادي المشاريع شغاله، مشاريع المقاولات بالذات ما عطلتش يوم. فانا انا اذكر انها ما عطلتش يوم، هي بس مده عدد ساعات العمل قلت، لكن مفيش استحاله في التنفيذ. صح؟ لا صح مظبوط يا فندم. تمام مظبوط. طيب ماشي، يعني برضو المخرج هيبقى ايه؟ انا بقول لحضرتك بتقدم، لو السؤال المخرج ايه، بتقدم كليم بما تكبدته من تكلفه زياده نتيجه لجائحه كورونا، وتعمل حسابات للوقت اللي انت عطلته. انا عارف مثلا السعوديه بالذات في مدن عملوا فيها حظر تجول مثلا او ايقاف الاعمال لمده اسبوع او شهر، خلاص ده اكستنشن اوف تايم صريح، ما حدش يقدر يتكلم معاك فيه. المشكله في التكلفه. طالما الدوله وقفت خلاص يبقى دي قولا واحدا ما فيهاش كلام، هتاخد اكستنشن اوف تايم. المشكله بقى في التكلفه بتاعت الاكستنشن اوف تايم دي، مين يتكبدها؟ هي دي الخناقه بقى، لان الامبلوير اتعور وانت اتعورت، وممكن العقد بتاعك ما يبقاش فيه تفاصيل الحته دي. دي خناقه بقى محتاج جلسات سياسيه وحضرتك تدرس القانون بتاع البلد. لا فعلا محتاج تدرس القانون بتاع البلد تشوف بينظم القصه دي ازاي. ماشي يا باشمهندس، جزاك الله خير ومش اخذت من وقت حضرتكم، وجزاك الله خير وشكرا على دكتور محمد عمر سليم على اتاحه الفرصه. شكرا جدا لك. شكرا مهندس محمد. العفو. احنا مهندس عمر معانا وقت قد ايه؟ انا مع حضرتك. هو بس دكتور ابراهيم عنده السؤال. طيب اتفضل. السلام عليكم. معلش هو كان السؤال الاولاني قبل دوت، بس يعني كمني صرحت في المشكله فشغلت بيها. في مشروع اوريدي مع الكلاينت، وكلاينت حكومي، ومشروع ميجا بروجكت عالي جدا يعني متعدي المليارات فوق ما تتخيل، وتم تنفيذ تقريبا 60% من المشروع، بنية تحتية ومباني وكل حاجة. جاء في شهر 5 اللي فات الكلاينت كمالك، جاء وزارية حكومية هنا عملت هولد على المشروع للمين كونتراكت بالكامل. أثناء الفترة دي طبعا من وانت شغال مالك سنتين قبل الهولد اللي بيحصل فجأة ده، عملت صنع
مواد كتير وكلها في التصنيع، وأوريدي اتصنعت وأوريدي دفعت ال سي لها ودفعت بيمنت كتير. بعد ما المشروع وقف بخطاب رسمي من الحكومة، اتحول من جهة حكومية لجهة حكومية تانية، الأوبريتور اتغير، الفاكشن بتاعت المشروع اتغيرت، مالناش دخل بيها، كانت هتبقى مجمع بشكل رهيب لمباني حكومية ضخمة. بعد كده اتحول برضو لجهة حكومية سيادية كبيرة جدا، ملوش دعوة برضو بذكر الأسماء، معلش أنا عمال أتحفظ عليها. دلوقتي إيه موقف المواد اللي اتصنعت؟ كلها اتصنعت 100%، وكل المصانع بتطلبك بكامل فلوسها، والمواد دي ما انتش عارف تصرفها في مواد تانية، وما زالت في مستودعات المصانع وكلها متواجدة هنا في السعودية. ايه موقف العقد من الناحية ديت، وايه الموقف القانوني مع المالك كجهة حكومية؟ والسؤال على الرغم ان العقد مش فيدك، الجهة المالكة، عقد نظام حكومي عادي، عقد نظام حكومي عادي مش فيدك مع هو الجهة وزارة. المالكة اتغيرت، لكن هل حصل الجهة ترمينيشن او المالكة تغيير اتغيرت في من السكوب بتاع المشروع؟ هو ده السؤال. تغير سكوب المشروع بالكامل. ما هو انت بقى عملت بنيه تحتيه بالكامل وخلصتها، يعني يعتبر 80% خلصت منها، عملت انشات مجموعه من المباني الخدميه الفاسيليتي واليوتيليتيز بتاعه المشروع طب هو بنسبه غير فوق تغير 60 بالاديشن 70%. ولا بالاوميشن؟ هل لغى حاجات من لا الاسكوب؟ وقف المشروع خالص، عمل له ايقاف رسمي، سسبنشن. جه خطاب رسمي بايقاف المشروع، بس ايقاف المشروع مع السلامه ترمينيشن ولك ولا ماليه. سسبنشن؟ لا وقف المشروع خالص، عمل هولد للمشروع هو وايقاف هولد. كامل، خطاب رسمي ما هو كده خلينا بالعربي لحظتك، ايقاف للمشروع. في هولد اللي هو ايقف المشروع سواء شهر او اتنين او تلاته لا وهيستأنف لا 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 الاعمال، لا، عمل وفي في ترمينيشن شهر لغى خمسة المشروع اللي اصلا. لا اوقف المشروع، قال تم ايقاف المشروع كده بدون اسباب، لانه تحول من جهه حكوميه من وزاره اكس لوزاره واي، خلاص، يبقى حضرتك تحول هترجع لرئاسه للعقد الدوله. بتاعك تشوف الترمينيشن كلوز فيها بتقول من حق الجهه المالكه تعمل ترمينيشن عامل ازاي، واذا كان اصابك ضرر نتيجه للترمينيشن ده من حقك طبعا ترجع ليه بالكلام، العبره بقدرتك على اثبات الضرر، وقدرتك طبعا طالما بتتعامل مع حكومه يبقى انت لازم قدراتك السياسيه، مش سياسيه تفاوض بس، سياسيه في الوصول لقيادات الدوله والكلام ده، مطلوب انك تاخد الكلام ده في حسبانك وتبدا تطالب بيه بس. ودي يمكن موقف يعني دلوقتي، موقف دلوقتي المصانع اللي صنعت لك ماتيريال ومعدات جمع يا فندم، جمع كل الكوست اللي تكبدته، كل والمصانع، العروض مش اللي احنا حضرتك اديناها عملتها خطابات؟ كويس. اديناها انا بقول خطابات لك لو في فرصة. جمع كل الاوامر، البي اوز اللي طلعت منك، اوامر الشراء والمواد اللي اتوردت والمواد اللي وبعتناها اتصنعت، للمالك، بعتناها له لستة، بعتنا له واحسب لستة. التكلفه دي واقول له نتيجه ايقاف المشروع انا عايز مليار، عايز 2 مليار. انا فاكر لما كنا بنشتغل في الاويل اند جاز كان دايما واحنا بنطلع، لان الاويل اند جاز دايما بتبقى فيه المشكله دي، دايما واحنا بنطلع التقرير الشهري كان في رقم بيتحط دايما في الريبورت، انا كنت الجهه المالكه للاويل اند جاز، كنت امبلوير سايد، في رقم دايما بيطلع في كل ريبورت بيقول الرقم ده بيشاور لحاجه واحده بس، لو عملت ترمينيشن النهارده للمشروع هتكبد خساره كام نتيجة لتعاقدات أو نتيجة لتوريدات وصلت في المشروع. تخيل، لأن وارد إن يحصل ترمينيشن، فيبقى لازم صانع القرار عارف تبعات إيقاف المشروع، لأن في بعض الأحيان بيبقى الترمينيشن يكلف أكتر من إنك تنهي المشروع لحد الآخر. فحضرتك اعمل حصر بالتكلفة دي وبعتها للجهة المالكة. تم عمل حصر فعلا حضرتك، وبناء على الاستشاري والمالك، واترفع عليه كامل بكل الماتيريال اللي هي اوريدي في السايت، وفي كويس. ماتيريال كتير في المستودعات بتاعت المشروع ما زالت موجوده في مستودعات المالك هناك وتحت اداره المقاول الرئيسي، والمواد اللي متصنعه هنا داخل المصانع احنا مش قادرين نتصرف ولا قادرين معاهم. قلنا لهم، بعتنا لهم خطابات، اذا المواد دي تقدروا تصرفوها في مشاريع ثانيه ما عندناش مانع، واحنا بنديك خطاب رسمي بكده او لحد ما نحل المشكله مع المالك. الله يعينك يا باشمهندس، هو ده الحل اللي انا بقول لحضرتك عليه، وعليك بقى بالتفاوض والصبر، وممكن بقى انك تشوف بقى مشاريع اخرى تورط فيها الكلام ده، يعني لازم في الازمات بيبقى فيه ايه فلكسبيليتي في الحلول، اللي قادر على انه يبقى دايناميك هيتخطى العاصفه، واللي ما عندوش القدره للاسف الله يعين، بنت ظروف على الجميع. ماشي، جزاك الله خير باشمهندس، معلش انا اسف يعني لا يا فندم سهرتك براحتك معانا، خالص، لا يا فندم وعجز الله شكر. يكرمك، بالنسبه لحضرتك الحاجات اللي هتشيرها بعد اذنك، يعني شاكرنا افضالك للشباب، امسكوا في رقبة المهندس مهندس عمر عمر، مشكور، هو ما انا يطلب عارف مني يعني انا ويبعت لي بوجه أنا. الكلام ليه يعني، وخصوصا طيب السلايدز بالذات بتاعت الباوربوينت، لان فيها يعني مختصرات كتير عشان الواحد يقدر يسترجعها مع الفيديو. إن شاء الله إن شاء الله. انا اوريدي مهندس عمر شيرت أنا انا مشاير اتفضل الفيديو قبل اتفضل. كده المهندس عمر من فتره، كل الفيزيك كلها كبوك كلها كل بتاعتها.
فبرضه اذا في عندك حاجه برضه تفيد، وجزاك الله خير على المنصه، ويعني ما شاء الله عليك، يعني انا بقالي اكتر من سنين يعني يعني العفو متعامل يا مع فندم، المنصه بتاعت تلاميذ سعادتك، ما شاء الله حضرتك، عليك، ربنا العفو يزيد والله من يكرمك، فضله وعلمه، ونفع الله بك يا دايما يا رب. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. ألف شكر شكرا حضرتك، منصور عمر. ألف شكر حضرتك يا دكتور، الله يكرمك، منصور شكرا عمر منصور أنا عمر. كده هتصحيني من النوم، لا لا خلاص يعني مش قادر بصراحة. شكرا ان شاء الله، الله يكرمك يا استاذ، جزاكم الله ممكن خير. لو الناس عايزة اكستنشن يعني نعمل اكستنشن، بس النهاردة كده أنا خلاص للأسف، معلش. الله يكرمك يا استاذ، جزاكم الله الله خير، يعزك يا وألف باشمهندس، شكر بإذن حضرتك، الله وإياكم، الله يكرم الله فضلك. يكرمك يا رب، الله يكرمك. سلام السلام عليكم، سعدت بيكم عليكم، سلام جميعا، عليكم. وأستأذن أنا بقى، شكرا. مهندس عمر حضرتك اللي هتعمل إند للمحاضرة؟ ان شاء الله أوكي ماشي، انا هبعت لهم بس الروابط اللي هم عايزينها، واقف ان شاء حاضر، الله. ماشي يا الله باشمهندس، يكرمك، أنا شكرا، هستأذن أنا، السلام عليكم. عليكم السلام، ورحمة الله.